أحبائنا وأصدقائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج الكارما المباشر. يسعدنا وشرفنا يكون موجود معنا ضيف عزيز علينا جدا في الكارما، هو حضرة الأسيس إيميل شنودة، راعي الكنيسة العربية بالكريستال كاتيدرال. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس. أهلا المركز بك المسيحي بالكريستال بالمركز المسيحي. أهلا بك يا أخت يا أخت منى، وشرف كبير جدا أن أكون موجود معك النهارده. أشكرك جدا. ويمكن التايتل بتاع موضوع حلقتنا ممكن يكون غريب شوية عليكم أحبائي المشاهدين، وهو غرفة الانتظار. يا ترى إيه هي غرفة الانتظار دي؟ ده اللي هنعرفه في موضوع حلقتنا، خليكم معانا. ناخد الترنيمة دي ونرجع نكمل حلقتنا معاكم أحبائي المشاهدين. قدرنا نخمن ايه هي غرفة الانتظار اللي بنتكلم عنها؟ رحب بكم مرة تانية احباء المشاهدين بعد الترنيمة الرائعة والجميلة دي، واحنا بنصلي بنقول له انا صابر ليك ومستنيك ورجائي واملي حطيتهم فيك. يا ترى كم واحد فينا النهاردة هو بيسمع الحلقة دي مستني الرب وصابر للرب، حاطط طلبة قصاده او واخد وعد منه وقاعد مستني الرب؟ كتير قوي مننا، مش كده؟ ويبقى لو الكلام ده بينطبق عليك موضوع الحلقة ده ليك، ونحب النهاردة ان ربنا يشجعك ويتكلم ليك ويتكلم لقلبك من خلال موضوع اكتر من رائع حضرة الاسيس ايميل هيشاركوا معانا النهارده، فخليكم معانا. رحب حضرتك مره ثانيه اسيس. اهلا بك يا اختي. يمكن تايتل الحلقه غريب شويه، غرفه الانتظار. هو غريب بس ده واقع كل انسان فينا تقريبا بيعيشه.
كل إنسان اختبر الرب بيعيشه ومحطوط في غرفة انتظار أيا كانت غرفة الانتظار ديت. فده واقع زي ما احنا هنشوف دلوقتي ونتعرض له. أنا بصلي إن كل نفس موجودة في غرفة انتظار أيا كانت غرفة الانتظار ديت، إن الحلقة ديت تكون سبب بركة ليها، إنها تلاقي إجابة لممكن أسئلة حائرة بتتساءل بيها من فترة طويلة ومش لاقي لها إجابة. أنا بصلي النهاردة تلاقي الإجابة ديت، وإن الحلقة تكون شفاء لناس كتير وشفاء لينا إحنا كمان. أمين، في اسم يسوع حضرة القسيس أمين. وفي البداية لو هنتكلم عن الفكرة بتاعت الحلقة، الفكرة بتاعت الحلقة غرفة الانتظار. غرفة الانتظار معروفة ويمكن معظمنا نعرفها بصورة أو بأخرى، وغرفة الانتظار ديت حاجة مهما كانت ومهما بيحاولوا انه يحطوا فيها اسباب يعني راحه وتبقى يعني اساليب للترفيه، ايا كانت الواحد ما بيحسش باي حاجه حواليه، لانه كل فكره وكل شغله انه هو عايز يعرف ايه نتيجه الانتظار بتاعته. في اي مكان بقى، سواء في عياده مثلا مستني بيقرا جريده، مستني يصلح عربيته، مستني ميعاد حد جاي له، بغض النظر عن مكان الانتظار اللي هو فيه، عنده امتحان مثلا، يعني بيبقى كل فكره وشغله شاغل، يعني نتيجه الامتحان هيعمل ايه في الامتحان ده. بس ده صوره مبسطه لغرفه الانتظار، علشان مثلا انا قاعد مثلا في مستشفى منتظر حد بيعمل جراحة ولا بيعمل عملية، ولا منتظر الدكتور يطلع علشان أعرف النتيجة إيه. واحد أنا بحبه سواء من الأسرة أو من الأصدقاء، الحقيقة مهما كان في غرفة الانتظار بيحطوا مجلات للتسلية، بيحطوا تي في علشان الناس تتسلى. بس أنا ما بعتقدش أبداً ان اي حد بيعي اي انتباه للحاجات ديت اللي موجوده. مخه في حته تانيه، في الحاجه اللي مستنيها وبس. كل فكره ومشغوليته نفسه حد يطلع بس يقول له الحاله اللي جوه دي وضعها ايه. الحال ده بينطبق مش في المستشفيات بس، الحاله ديت بتنطبق على ان واحد عمل انترفيو بيبحث عن شغل وديسبريت ان هو يلاقي شغل، ايا كانت غرفه وقت الانتظار وغرفه الانتظار دي. منتظر تزوج والرب ما سمحش يكون عنده اطفال، مستني ان الرب يديله اطفال، مستني استجابه الرب. فغرفه الانتظار مستني اولادنا يرجعوا للرب. في انواع كتير قوي بنستنى فيها. يعني غرفه الانتظار ما هياش الغرفه اللي احنا بنتخيلها مكان إننا حرفي، مكان حرفي انا موجود فيه. لكن غرفه الانتظار ديت انتظاري لحاجه معينه، لحاله معينه. فانتظاري مثلا يعني مثلا من ضمن الأمثلة اللي بتوجع قلب كل أب وكل أم، بصلي من أجل بيتي، من أجل ولادي ومن أجل بناتي إن هم ييجوا للرب. وأنا خدت وعد من الرب، الرب وعدني إن هو هيتعامل معاهم، الرب وعدني إن هو هيبارك ولادي وبناتي. ده وعده ليه، وأنا متأكد من وعد الرب. أنا ما عنديش أي شك لما سمعت صوت الرب وإن هو هيبارك ولادي وإن هو هيتعامل مع أولادي. لكن أنا محطوط في غرفة انتظار، أنا مش شايف أي نتيجة، مش شايف كل الحاجات اللي قدامي بتقول حاجة مختلفة عن الواقع وعن اللي أنا عايزه واللي أنا مستنيه. يا ترى أنا تصرفي هعمل إيه؟ يا ترى أنا حالي وأنا موجود في غرفة الانتظار ديت يعني بيبقى إزاي؟ ده اللي إحنا عايزين نتكلم عليه النهاردة ونستعرضه، ونعرف إن الرب أحياناً مش في احيانا الحقيقه، انا في غالب الاحيان وفي معظم الاحوال ان الرب احيانا الرب بيعطي الرؤيه وبيعطي الحلم، بيعطي الوعد، وبعد ما بيعطي الحلم او الوعد او الرؤيه يروح حاططني في غرفه انتظار. غرفه الانتظار دي بقى طولها قد ايه؟ ظروفها قد ايه؟ ديت بتختلف من فرد لفرد، وبتختلف طبقا للي في خطه الله من جهه هذا الشخص ومن جهه هذا هذه النفس. فبتختلف من شخص لاخر من جهه الطول بتاعها، من جهه ظروفها، من جهه صعوبتها. لكن مما لا شك فيه انه كل واحد فينا اختبر بطريقه او باخرى حاله غرفه الانتظار.
انا بس عايز ادي شويه هدي بس امثله من الكتاب، لاني الكلام ما هوش كلام وعظي، الوعظ ده سهل جدا رخيص وممكن يتقال، لكن بيبقى اكثر فاعليه وليه اكثر قيمه لما بيستنبط من حياة ناس فعلا اجتازوا الظروف ديت وعاشوا في غرفة الانتظار ديت وعصروا كل حاجة فيها، ونشوف التفاعل بتاعهم ايه ورد الفعل بتاعهم ايه وتجاوبهم مع الوعود ومع الأحلام كان ايه أثناء وجودهم في غرفة الانتظار. فإذا عندنا نماذج في الكتاب المقدس كتيرة نقدر نتكلم عنها أو عن يعني البعض منها النهاردة أسيس كتطبيق عملي لموضوعنا النهارده في انتظار. بكل تأكيد تتفضل. بكل تأكيد انا بس هقول من غير التعرض للتفاصيل او من غير ان احنا ندخل في التفاصيل على الاقل حاليا، هقول لك مثلا بعض الناس اللي خدوا وعد من الرب وانه كان عندهم رؤيه وان الرؤيه دي كانت حقيقيه وكانت صادقه وكان صوت الرب واضح جدا ليهم. مثلا عندنا يوسف الشخص اللي من صغره كان صاحب احلام وصاحب رؤيه، وهو صغير كان جه لاخواته وقدام ابوه وامه قال لهم قدام ابوه قال له انا حلمت ان احنا حازمون حزما في الحقل، وبعدين جت حزمتي قامت وانتصبت وكل الحزم الثانيه يعني سجدت ليها وركعت ليها. وجاء في مرة تانية وقال أنا حلمت أن الشمس والقمر وإحدى عشر كوكبا ساجدون لي، لدرجة أن أبوه قال له يا ابني أنت عايزني أنا وأبوه أنا وأمك وأخواتك نيجي نسجد لك. فهو كان رجل أو كان شخص ذو أحلام، هو كان بيشاركها ببساطة في الوقت دوت، يعني ما كانش عارف هو مجرد حلم جاي يشارك طبعًا بابا وأخواته، ما كانش باستكباره ببساطة الموضوع يعني باستكباره لأي حاجة طبعا. لكن هقول لك حاجة، يوسف ده رجل كان ذو رؤية وذو أحلام، بس الأحلام دي اتحققت إمتى والرؤية دي اتحققت إمتى؟ الرب اداله الأحلام ديت وهو صغير، كان حلم يوسف إنه الحزم بتسجد له، إن الشمس والقمر بتسجد له، ما كانش في مخيلة ولا جه على خاطره أبدا في يوم من الأيام ان هو هيترمي في البير، ما حلمش في يوم من الايام ان اقرب الناس لي واحب الناس لي اللي كان بيحبهم من كل قلبه اخواته هيبيعوه عبد، انهم هيبيعوه عبد، ولا حلم ان هو هيدخل السجن، ولا حلم ابدا انه هيبقى امين ويبقى ويعيش حياه وفقا لوصايا الله ويكرم إلهه في بيت فوتيفار وإنه يفترى عليه بيت فوتيفار ويدخل السجن، ولا حلم في يوم من الأيام إنه يخدم الناس وإنه يفسر الأحلام بتاعت رئيس الخبازين ورئيس السقاة في السجن ويتنسي سنتين. فالخلاصة بتاعتنا يوسف لم يحلم بالبئر، يوسف لم يحلم بالسجن، يوسف لم يحلم إن هو يعيش حياة صعبة، لكن الخلاصة وطريقة الله إن ربنا اداله الوعد وقال له على فكرة علشان توصل للحلم ده والحلم ده يصبح حقيقة في طريق واحد بس ومسلك واحد الوحيد اللي هتقدر توصل بيه إلى تحقيق الأحلام، اللي هو إيه؟ لازم تعدي على البئر، لازم تعدي على السجن، لازم تعدي على كل المضايقات والآلام اللي عاش فيها علشان يوصل للسجن. فبدون البئر وبدون السجن لم يتحقق الحلم. فده بس مثل صغير على يوسف. هو مثل صغير، لكن فترة الانتظار كانت تقريبا قد ايه؟ يعني الوقت الاجمالي اللي استنى يوسف تقريبا في حدود 13 سنة. تخيل بقى لما رب كده يدي وعد واحنا لما بنيجي ناخد الوعد بقى بنبقى خلاص يعني فرحانين واكسايتد وعايزين بقى متوقعين ان الرب ايه؟ قال فكان، يعني الرب هيقول النهارده وبكره متوقعين الوعد. لكن في معظم الأحوال في غالب الأحوال الرب بيدي الوعد وبعدين يروح ماسك الشخص ده وحطه في غرفة الانتظار ويروح قافل عليه. ليه؟ لسببين. السبب الأولاني عايز ينمي الخواص الشخصية بتاعت الشخص ده هوت، يعني يختبر الكاركترز اللي هو الصفات بتاعة الشخص ده هو.
احنا لما بنبقى الدنيا مبحبحه وكل الامور ماشيه كويس بنبقى ناس مثاليين، بنعرف نتكلم كويس، لكن ما بيبانش المعدن بتاعنا والشخصيه الحقيقيه بتاعتنا والصفات بتاعتنا على حقيقتها الا لما بتتحط في موقف او في في في, في وقت اختبار، محك في محك. فمثلا انا شخص انسان يعني ببان ان انا شخص وديع جدا وبسيط، محدش يعرف عني حاجه، لكن تعالى مثلا حد يعني يدوس لي على طرف مثلا، شخصيتي الحقيقيه تبان. هل انا فعلا احتفظ بهدوئي واحتفظ بالمثاليه بتاعتي اللي انا بظهرها في كلامي وتصرفاتي في الاوقات العاديه، ولا الجانب التاني هو اللي هيبان؟ فالله لما بيجي يقصد ان يحطني في فتره الاختبار في غرفه الانتظار، بيشتغل بقى الحاجات دي فيا، يعني بيشتغل على حياتي. مش هدفه انه يفشلني، الله ما هوش قاسي علشان انه يحطني في غرفه الانتظار علشان بيتلذذ ان يشوف ابنه او بنته بتتعذب او بتتضايق او بتتالم، لان الله يعني مشاعره رقيقه جدا جدا. الكتاب بيقول في ضيقهم يتضايق، في ضيقكم اتضايق وملاك حضرتي وارسل ملاك حضرتي لينقذهم. يعني الله بيتالم، الله بيتضايق، الله بيشاركنا اوجاعنا واحزاننا، بس ما فيش وسيله تانية، ما فيش وسيله تانية يقدر الله يختبر فيها الصفات بتاعتي والخواء والخصال بتاعتي الا لما يحطني في غرفه الانتظار، فابان على حقيقتي، ابان فعلا هل داخلي هو الخارج بتاعي ولا انا بس منظر، زي يعني منظر من الخارج وبس. ده أول حاجة. هتغير بقى، هتغير زي ما الكتاب بيقول نظري مجد ربك شفنا تغير. أنا يعني واحنا نظري مجد ربك شوف كما في مرآة تغير إلى تلك السرعة عينها من مجد إلى مجد كما بروح. غرض ربنا إن أنا أتغير، إن أنا أرتفع وأبقى شبه المسيح من كل الحاجات دي. بالزبط. مش إنه يقلمني زي ما حضرتك قلت ولا إن هو يقدرني، لكنه يغير. إطلاقا. بالعكس، الله بس بيراقبني. وعلى فكرة يعني الله عنده بيظبط المعيار كويس قوي، يعني عارف قوة احتمالي، لا يدعنا أن نجرب في فوق ما نحتمل. يعني هو يعني مظبط المعيار كويس أوي، عارف أن أنا قوة احتمالي، قوة احتمالي قد إيه. فمثلا لما جه عند إبراهيم، ولما كان بيقول له خد ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق وقدمه لي على 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 جبل المورية، كان في خادم من الخدام حب عمل زي تشبيه جميل جدا، اللي بيقول ان الناس كلها الملائكه في السماء عمالين بيقولوا له يا سيد ده هو خد ابنه وماشي، ده هيروح يذبح ابنه، المفروض انك انت تتدخل. قال لهم استنوا، انا عارف ان هو يقدر يتحمل كده. واخد يمشي ومشي معاه خطوه خطوه، وكل ما يجي يقرب ويمسك اسحاق ويحطه على المذبح، والملائكه قلبها اكلها، لكن الله عارف ابنه ابراهيم، عارف قوه احتماله، عارف بالظبط انا قوه احتمالي توصلني لايه. وفي اللحظه اللي ابراهيم ابتدى ينزل بيها علشان ينفذ كلام الله طوعا وبدون تفكير، الله تدخل. دي اللحظه بتاعته. احيانا الله مع اشخاص تانيه قبل المراحل دي بكتير، فهو بيظبط العيار كويس قوي، عارف انا يعني نقطه الانهيار والبريك امتى، ما يقدرش ما يوصلهاش ابدا، لانه هو مش هدفه يكسرني، مش هدفه انه يعجزني، مش هدفه انه يفشلني، لكن هو بس هدفه انه يمحصني شويه، وهدفه انه يطلع يظهر الصفات الحلوه اللي فيها. والحاجه ان كان في حاجه عايزه تتالم ولا في حاجه عايزه تتنظف او تتوضى، بينظفها فيا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اختبر ايماني. وده الامتحان بقى. اختبر ايماني، انت مصدق كلامي ولا لا؟ انا وعدتك وصوتي كان واضح ليك وانت سمعته كويس وصوت كان مباشر ليك. الرب بيجي يسالنا، انا اقول لك حاجه يعني فعلا اثرتني جدا، يعني مقوله قريتها، بيقول ان الرب بيسال ولاده النهارده، بيسال كل متالم، بيسال كل نفس موضوعه في غرفه الانتظار، بيقول لك انا هل انت عندك
استعداد انك انت تثق فيا، تثق في وعدي، تثق في مواعيدي، تثق في كلامي، حتى لو ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك، حتى لو ما كانتش الصوره واضحه يعني بالنسبه لك وما انتش قادر تفسر الطلاسم اللي انت موجود فيها، هل عندك استعداد انك انت تثق في مواعيدي وتثق في كلامي انه سيتم في حينه؟ لما الله بيتكلم لا يمكن ابدا يرجع. الكلمه اللي تخرج من فمه، اذا كان ملوك مادي وفارس لما كان بي 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 الكلمه بتطلع من فم الملك وبيختموها بخاتم شريعه مادي وفارس، ما كانتش تنسخ ابدا. حتى لو الملك نفسه حب ان هو يتراجع في كلامه ما يقدرش. والكلام ده كان دليل ايام دانيال لما جه الملك داريوس وحب ان هو لما حس بالخدعه والمكر اللي اتعمل والمكيده اللي دبرت ضد دانيال، قالوا له خلي بالك شريعه مادي وفارس لا تنسى. فاذا كان شريعه مادي وفارس لا تنسى، ان كان كلام الملوك لا يرد، فما بالك ملك الملوك ورب الأرباب، سيد الأسياد الجالس على كرة الأرض، اللي السماء اللي لا تسع سماء السماوات، اللي لما رجله لما رجله بتلمس أساسات الأرض، الأرض بتهتز. فعشان كده الرب بيجي يختبر إيمان، بيقول لي أنا وعدتك وأنا اديتك الوعد وكلمتك وكلامي كان واضح وكان صريح، عندك استعداد إنك أنت تثق في كلامي؟ فأول حاجة زي ما قلنا اختبار الشخصية، نمرة 2 اختبار الإيمان، يشوف أنا قد إيه أنا هقدر أكون متمسك بإيماني وهيكون عندي ثقة في كلام الرب وإن كلمة وحرف من كلامه لا يسقط. هل أقدر أسأل وأقول يا أسيس إنه يعني طول الانتظار أو طول الفترة بيتحدد بناء على الرياكشن بتاعي أنا ورد فعلي أنا لتعاملات الله؟ هل الموضوع مرتبط ببعضه يعني؟ أو أولا فترة ولا مرتبط بس بخطة الله، ده التوقيت اللي ربنا حاطه وده اللي هيحصل وخلاص بخطة الله؟ لكن أنا أحيانا إن أنا بيبقى ليا دخل إن أنا أعمل أعك الدنيا بما معنى. هقول هدي لك مثل الرب إدى وعد لإبراهيم إنه بنسله إنه هيبارك نسله، النسل الخارج منه مش من اي حد تاني. الوعد ده اداه تقريبا ابراهيم كان عنده 75 سنه تقريبا في السن، لان ده كان في اصحاح في سفر التكوين اصحاح 15. بعديها بفتره جت ساره قالت لا العمليه مش باين لها يعني، ده دي غرفه الانتظار دي ممله متعبه، لا احنا نشوف بدائل نساعد ربنا بقى يعني احنا نشوف بدائل يعني نشوف نشغل المخ بتاعنا ونحاول ان احنا نحل المشكله بنفسينا. وبدل ما انتظر الرب حاططني في غرفه الانتظار، الرب يقول لي بس استنى لسه معادي ما جاش، انا وقتي لما يجي انا هديلك حاجتين، هديلك منسى وهديلك افرايم، هنسيك كل تعبك، هنسيك كل أحزانك، هنسيك كل أوجاعك، هنسيك كل اللي أنت يعني مريت فيه، وهخليك كمان مثمر، هديلك بركة وهباركك. لكن سارة ما قالت لا أنا مش يعني، خلينا نفكر نعمل إيه. وكلنا عارفين إن سارة جابت هاجر ودفعتها إلى حضن إبراهيم. النتائج بقى إيه؟ جاريتي وهي حملت من إبراهيم. قالت له خش ادخل على جاريتي عشان ارزق منها ببنين. فعلا الكلام الخطه بتاعتها نفعت. بس النتائج بتاعتها ايه؟ حاجتين، جابت متاعب ليها ولابراهيم، دي نمره 1. نمره 2 جابت لنا انتجت شخص مسبب متاعب في العالم كله لغايه دلوقتي اساس المتاعب واساس المشاكل واساس الاضطرابات اللي موجوده في العالم كله بسبب امنا ساره، انها حبت انها تشوف بديل وتتصرف وتقول يعني تساعد ربنا في تنفيذ الخطه بتاعته. لكن فتره الانتظار ديت بتطول او بتقصر طبقا لخطه الله. خطه الله مختلفه لكل شخص، مختلفه في كل حاله،
ما اقدرش تبقى حاجه ستاندرد يعني كل واحد زي التاني. وبعد شويه احنا هنتكلم على المواصفات بتاعتي انا في فتره الانتظار دي المفروض يكون وضعي ايه. انا عارفه ان دي نقطه مهمه جدا هنكون نتكلم فيها حضرتك الاساس بعد شويه برضه، يعني عندي اسئله كتير في الحته ديت يعني. طيب اوكي طيب. انا بس عايز اقول لك على حاجه الفرق ما بين واحد عنده رؤيه وواحد ما عندوش رؤيه. واحد مع يعني ايه الفرق ما بين الاثنين؟ احنا لما بنيجي نتحط في غرفه الانتظار انا عندي رؤيه بتصرفاتي بتفرق عن شخص ما عندوش رؤيه، فاول حاجه صاحب الرؤيه بيقدر يميز الالوان. ودول اللي اتكلمنا عنهم لما يوسف كان رب مديله وعد او احلام شافها وده وعد من رب ابراهيم كان رب مديله وعد، فنقدر برضه واحنا بنسمع نطبقه على الناس اللي هم في الكتاب اللي كانوا واخدين كلمه من رب عندهم رؤيه من رب نقدر نطبق الكلام ده عليه. بالظبط كده. الحاجه اللي بتاثرني جدا في مثلا في حياه يوسف، بصي الـ 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 الارتفاعات والانخفاضات اللي مر فيها يوسف من اول ما خد الرؤيه، مفيش حاجه يعني كل ما يبدا يعني الامور تتعدل شويه يروح نازل تاني في القاع. لكن الحاجه العجيبه اللي المدهشه ان في خلال الفتره دي كلها بتاعه الارتفاعات والانخفاضات اللي مر فيها يوسف اثناء وجوده في غرفه الانتظار دي، الكتاب لم يذكر انه لا تذمر ولا اتضايق ولا اشتكى ولا عمل اي حاجه، رغم ان الكتاب لم يتردد انه يذكر ضعفات اي واحد في الكتاب المقدس علشان يعني يدينا كده عبره ان احنا بشر ومعرضين للسقطات ومعرضين للضعفات. فالكتاب لا يستحي ان هو يتعرض لضعفات اولاده القديسين سواء في العهد القديم او العهد الجديد، لكن بالنسبه ليوسف لم يذكر الكتاب عنه اي شيء، لا شكوى ولا تذمر ولا غضب ولا اي حاجه خالص، زي ما هنيجي نتعرض قدام. فصاحب الرؤيه يقدر يميز الالوان، يقدر يشوف ايه اللي بيحصل، يعني يشوف الصوره بالالوان. الانسان اللي هو ما عندوش رؤيه شايفها يا ابيض يا اسود، الدنيا ماشيه كويس كل حاجه تمام، الدنيا معكوكه يبقى الدنيا اتقلبت. مش انه بقى دي تعاملات من ربنا وفي خطه ورا اللي بيحصل وانه في خطوات من ربنا، لا يا ابيض يا اسود، ما فيش حاجه عنده، هو يا ابيض يا اسود، يا الامور ماشيه كويسه وكل حاجه ماشيه تمام فرحان، الامور ماشيه يعني معاكسه ومختلف ومش طبقا للي بيتوقعه، الدنيا طبعا كل حاجه ماشيه غلط وغضبان وزعلان وبيشتكي ومتالم ومجروح وموجوع وكل الحاجات ديت. فده فرق ما بين اللي عنده رؤيه واللي ما عندهش رؤيه. صاحب الرؤيه بيشوف الصوره، بيشوفها بالالوان، يقدر يميز. يعني هقول لك حاجه جميله جدا، لسه كان بتكلم مع اخت في مصر وبعدين بتقول لي ايه؟ بتقول لي على فكره الليل بقي ضلمه جامد قوي. فقلت لها انا عارفين سامعين الاخبار حلوه. قالت لي بس على فكره لما الليل يبقى ضلمه ده بيعني حاجه ان الفجر قرب. ده اللي بيشوف بالالوان. يعني لكن لما بشوفها لو واحد ما عندوش رؤيه، لو واحد ما عندوش مش متمسك بالوعد، لو واحد ما عندوش ثقه في مواعيد الله ووعود الله، اول لما يشوف الدنيا ضلمه والامور مقلوبه خلاص الدنيا خلاص، يقول مفيش امل مفيش رجاء. ف المقوله دي عجبتني جدا، الليل اسود بس ده معناه ان الفجر قرب. واحد بيشوف بالالوان مش بيشوف بالقرار. اللي عنده رؤيه يقدر يشوف حاجات عديم الرؤيه ما يقدرش يشوفها. كنت بسمع مره عظه لاحد الخدام المباركين في الكارما. على فكره انا بشكر الرب من اجل الكارما، انا نسيت اقول لك معلش اخرج عن الموضوع. وانا النهارده وانا سايق واحد اتصل بيا مكالمه جات لي كده غريبه، على التليفون اللي بيبقى على البرنامج اللي بيجي على البرنامج بتاع الكنيسه عندنا،
فانا يعني بحكم ما كانش عندي وقت ان انا ارد على المسج ما شفتهاش الحقيقه، فهي مكالمه جايه من انترناشونال، فقلت اما اتصل اشوف الرقم ده ايه. فاتصلت بيه فرد عليا واحد بيقول لي انا مش نسيت اسمه الحقيقه لان كان الاتصال وحش، بيقول لي انا من الجزائر وانا بطلب الكرمة وانا عندي اختبار عايز احكيه. فانا حاولت ان انا يعني اقدر اتكلم لاني كان السبيكر مش شغال، فكنت عايز الحقيقه اسمع اختباره. قلت له طيب اقفل واطلبني تاني يمكن يكون الاتصال افضل ونسمع الاختبار بتاعك. فانا اتمنى لو هو يعني سمع الحلقه دي وشافنا، لو عندك اختبار والرب اتعامل معاك من خلال قناه الكارما، يا ريت انك انت تتصل، ويعني اكيد كل العاملين في القناه يكونوا مبسوطين وفرحانين بعمل الرب فيك وان هم يسمعوا اختبارك. بس ده حاجه جت يعني طرقة يعني وجب التنبيه يعني. كنا بنقول ايه بقى، صاحب الرؤيه يشوف بعيد ولكن بيشوف حاجه بيشوف حاجات عديم الرؤيه ما يشوفهاش. يعني 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 انا اقول لك حاجه، مثلا لما جه ده ايليا كان عمال يصلي من اجل نزول المطر، عمال يقول للراجل للغلام بتاعه يقعد يسجد ويصلي، وبعدين يقول للراجل روح بص شوف من في اي حاجه. الراجل يروح الغلام بتاعه يروح يبص في السماء يقول له الشمس طالعه زي الفل والشمس ساطعه ومفيش غيوم ولا في اي حاجه خالص. تخيلي لو اي واحد تاني ما عندوش رؤيه، ما عندوش ايمان، مش متمسك بالوعد ان الله بيستجيب وان يرسل المطر يعني. ان يستجيب ويرسل المطر، كان يقول لك العمليه مش نافعه، لكن راح نصلي تاني. قال له طب روح شوف مره تانية. كم مره بقى؟ ست مرات، في كل مره ما فيش ولا خبر مطمئن. فلو ما عندوش رؤيه يقول لك العمليه دي مش نافعه مش ماشي. لكن قال له روح المره السابعه. طيب لما جاله المرة السابعة الأخبار ما تصرش، عارفة قال له إيه؟ غيمة قدر كف يعني. طب قولي لي بقى، يمكن واحد يتنفذ ولا واحد كان يعني غيمة قد الإيد أصلا، شافها إزاي لو هي في سماء؟ لا في سماء. طب وإيه يعني لما يمكن مثلا سموك طلع مثلا من مصنع، ولا مثلا مجموعة ناس بيشربوا سجاير ولا حاجة وطلع السموك ده هوت منهم، لا تعني أي شيء. لكن هو عنده رؤية، صاحب رؤية متمسك بالوعد. قال له لا، طب اجري وقول للملك أخاب انه يسرع لألا الملك يعوقه. وده فعلا كان حصل، ان في بسرعه السماء اسودت بالغيم، والرب اعطى مطر بعد 3 سنين ونص من الجفاف. صاحب الرؤيه كمان يقدر يشوف الحاجات من بعيد، لكن عديم الرؤيه لازم يشوفها قريب قوي، لازم يقرب منها، لازم يلمسها، لازم يشوفها بعينيه. ده تفرق كتير جدا. فصاحب الرؤية يقدر يميز الأشياء من بعيد، وهو شايف يقدر يشوف. لو في هدوء يعرف إن ممكن يكون في عاصفة جاية، لو في عاصفة ممكن يكون في هدوء جاي بعد كده. فصاحب الرؤية يقدر يشوف الأمور جاية، الأمور من عنده نظرة بعد، عنده نظرة بعد أو بعد نظر، إنه يقدر يفسر ويميز الأشياء. ليه؟ لأنه مبني، لأنه مستند على وعد وعنده ثقة في الوعد. فده الفرق ما بين الشخص اللي هو صاحب الرؤية وعديم الرؤية. أول حاجة إن صاحب الرؤية بيميز الألوان، عديم الرؤية بيشوفها أبيض وأسود. نمرة 2، صاحب الرؤية بيشوف حاجات عديم الرؤية ما يقدرش يشوفها. الحاجة الثالثة، صاحب الرؤية بيشوف يقدر يشوف الحاجة من بعيد، لكن عديم الرؤية والشخص اللي ما عندوش رؤية ما يقدرش يشوفها إلا لما تيجي. اللي عنده رؤية شايف إنه بيصلي من أجل ابنه أو من أجل بنته أو من أجل أمر لفترة طويلة، شايف على من بعيد إن في علامات وفي ساينز. لكن عديم الرؤية ما يقدرش يشوفها إلا لما ابنه يجي ويتقابل مع الرب والرب يتعامل معاه والمعجزة تتم، ما يقدرش يشوفها قبل كده خالص. في ترنيمة جميلة بتقول أمور الله عجيبة مواعيده عجب العجاب، في جزء فيها بيقول الناس شايفة جفاف وهو لكن شايفه مطر. ودي الحقيقة، ودي حقيقة، أمور الله عجيبة ما نقدرش لا نفهمها ولا نعرفها ولا نميزها. هو الرب بيقول كما علت السماء على الأرض، علت هكذا أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم.
طرق الله عجيبه فعلا وعجيبه وعجب العجاب. ودي حقيقه بتثبتها الايام وبيثبتها التاريخ وبيثبتها الكتاب وبيثبتها اختبارات الله، اختبارات القديسين في الماضي وفي الحاضر، وهتستمر ايضا في المستقبل، بتثبت كل يوم ان طرق الله عجيبه وطرقه مختلفه وافكاره رائعه وافكاره افكار سلام من جهه اولاده. انا اتكلمت كتير على فكره. امين. لا لا، ده هو ده اللي احنا محتاجين نسمعه، لانه يعني في ناس كتير اساسا معانا وحاسه بفشل وحاسه ان هو فين ربنا، طب فين وعد ربنا، طب فين الكلام اللي قاله، انا مش شايف اي حاجه، زي ما حضرتك قلت 6 مرات الي يصلي يبعت الغلام يقول مش شايف حاجه مش شايف حاجه. طب لو كان بطل صلاه ما كانش هيبقى في غيمه قدر كف، ولا كان هيبقى في مطر يجي والله يوفي بعضه يعني. فاحيانا انا بحتاج اصلي واستنى الرب واتمسك بالرب ويكون عندي قلب صابر مش متذمر ومش غضبان، زي ما هنتكلم بعد شويه عن مواصفات الشخص وهو في انتظار، او عن يوسف كان وضعه ايه وهو مستني الرب. فالكلام ده احنا كلنا بدون استثناء حضرتك الاساس محتاجين ان احنا نسمعه فعلا يعني. بص انا هقول لك حاجه. اتفضل. يعني من ضمن المقولات الـ الحقيقيه فعلا، الرحله من وقت اعطاء الرؤيه الى وقت تحقيقها بتبدو مستحيله. يعني الرب يعني من وقت ما الرب بيدي الوعد، من وقت ما الرب بيدي الرؤيه لغايه لما بتتحقق بتبدو انها مستحيله. ياما ناس الرب اداهم وعود ومرت ايام وشهور وسنين لدرجه ان هم نسيوا الوعد ده، ونسيوا الرؤيه دي ونسيوا الحلم ده. وفي احيانا في وقت اعطاء الرؤيه بتبدو انها مستحيله. فمثلا لما يبقى يوسف اصغر اخواته والرب يديله رؤيه انه اخواته هيسجدوا لي او ابوه وامه هيسجدوا لي، مين يتخيل ان هذا الحلم وهذا الوعد ممكن في يوم من الايام يبقى حقيقه؟ مين؟ ابراهيم لما الرب اداله الوعد ان هو هيتبارك في جميع قبائل الارض وانه هيبارك نسله، وامراته كانت عاقر، والايام عماله تعدي والسنين عماله تعدي، وصار خلاص انتهت، انتزع كل امل ان يكون انها انتزع كل امل في الانجاب، والراجل عمال بيكبر، ده وصل 100 سنه. طيب 100 سنه يعني ايه اللي هيحصل بعد كده؟ فمن وقت اعطاء الرؤيه لغايه وقت تنفيذها بتبدو انها مستحيله، لكن اللي وعد امين، واللي ادى الرؤيه صادق، وان كلامه ان السماء والارض تزولان لكن كلمه حرف من كلامه لا يسقط، لابد ان هو يتم. وده ياخدنا لترنيمه جميله جدا بتقول له الكلمه منك مش اوهام، الوعد قلته مش احلام، الكلمه صادقه ووعدك حق، اصلك امرت ومش ندمان. امين. نسبح رب الترنيمه دي ونرجع نكمل حضرتك القسيس. امين. احبائي المشاهدين خلونا نسمع الترنيمه دي، وانت بتسمعها قول له رب شدد ايماني وشجعني جدا انه وانا بسمعها او برنمها اكون بطبق الكلام اللي الرب اتكلم بيه لانه النهارده علشان اخد خطوه ايمان جديده في علاقتي بالرب. ناخد الترنيمه دي ونرجع نكمل معاكم احبائي المشاهدين. الوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران، فهو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان، صادق أمين مش مقبل شك، أصلك أمرت ومش يا رب اتبرك يا إلهي حي يستنى.
مرحبا بكم مرة تانية أحبائي المشاهدين. بنصلي كلمات الترنيمة كانت سبب بركة ليكم وتشجيع ورفعة، وإحنا بنستنى الرب وإحنا بنقول لرب إن أنت إله صادق في كل مواعيدك. مرة تانية برحب بضيف حلقتنا أسيس إيميل شنودة. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس. أهلا بيك. وبنشكر ربنا جدا على الكلام الرائع اللي ربنا اتكلم بيه لينا قبل الفاصل. وكان في جزئية تانية حضرتك عايز تقولها لنا برضو مهمة جدا في الحتة بتاعت يوسف. اتفضل. أنا بس عايز أكرر حتة وأدخل منها على حتة جديدة. اتفضل. إني أحلام يوسف لم تكن البئر، ودي عمره ما ذكر الكتاب أنه حلم أنه يترمي في البئر، ولم تكن أن يكون عبدا في بيت فوتيفار، ولم تكن السجن. لكن بدون البئر وبدون العبودية في بيت فوتيفار وبدون السجن لم يكن من الممكن أن تتحقق أحلام يوسف ويتأهل إلى قصر فرعون ويصبح الرجل الثاني في مصر. وحضرتك قلت لنا من شوية عن لماذا نودع في غرفة الانتظار، جزء منها هو تشكيل الشخصية. تشكيل الشخصية واختبار الإيمان. فمن غير الحاجات دي كلها يوسف ما كان شخصيته تتشكل ولا كان يختبر الإيمان ولا حاجة خالص. إطلاقا. كانش هينفع. أنا بس عايز أقرأ جزء بقى من الكتاب، لما الرب يجي المعاد علشان الرب يتمم الوعد في وقت غير متوقع. أنا ما أعتقدش إن يوسف وهو في السجن كان بيحلم حتى. يعني اعتقد بطل يحلم انه هيحلق، انه هيشوف حاجه تاني، انه كل ما بيجي يحصل في ارتفاع. ولو ان دي مشجعات الرب بيوجدها لينا اثناء وجودنا في غرفه الانتظار علشان بيدينا زي يعني رشفه حياه، انه يدينا تشجيع، يدينا يذكرنا انه هو مش نسينا، يرفعنا شويه. لكن لما بيجي وقت التعويض ولما بيجي وقت تحقيق الحلم وتحقيق الوعد، بص الرب بيقول ايه، او الكتاب بيقول ايه في سفر التكوين اصحاح 41، بعد لما يوسف فسر الاحلام بتاعه فرعون، فبيقول له في عدد اعتقد 39، ثم قال فرعون، أعتقد عدد 30 مش 39، ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف، شوف بقى الرب بقى لما بيفتح المخازن ويدي التعويضات ويرد المسلوب ويتمم مواعيده ووعوده لينا: وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثيابا بوس، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه: اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. شوف
شوف لما الرب تكوين 41 عدد 37 عدد 37 انا ابتديت ب 39 يا اخت منى 37 فحسن الكلام في عيني فرعون ده بعد ما حسن فيه انا قريت من اول من اول 39 ثم قال فرعون ليوسف اوكي 39 شوفي لما يجي الرب بقى لما معاد الرب يجي ولما معاد تحقيق الحلم يجي ولما الرب يقول ايه غرفة الانتظار او مدة الانتظار انتهت ده وعد الرب وتتميم الرب نجحت في الامتحان نجحت في الامتحان بس كان طريق صعب كان بيبدو طريق مستحيل كانت فعلا ايام ما هي سهله انه يرفض يحتقر يضطهد من اخواته من احب الناس ليه سمعته تبوظ سمعته اتبهدلت اتنسى في السجن يعني ايه في اكتر من كده ايه يعني ما فيش حاجه بعد كده خالص وكل ده وهو منفصل عن اخواته وعن وبعيد عن اهله وبعيد عن ابوه وبعيد عن الكل اللي بابا بيحبه وهو بيحب عيلته جدا وبيخدمهم فالرب اداله ابنين حتى كان معاه حد يعني لوحده تماما لما الرب يبارك بقى يروح لما الرب يبارك وبيعوض بيدي بدون مكيال اول لما الرب باركه واداله ابن قال اول حاجه الابن ده هسميه منسى ليه يا يوسف هتسميه منسى لأن الرب أنساني كل تعب الرب نساه كل تعب لما الرب بيجي ولما الرب يحقق الوعد الرب بينسي بيدي بغنى بيدي بسخة بيدي فعلا فوق وأكثر جدا مما نتوقع أو نطلب أو نريد فقال له أداله أول ولد سماه منسى لما الرب أداله ولد تاني راح مسميه إفرايم ليه بقى سماه إفرايم قال لأن الرب جعلني مثمرا في أرض غربتي فالرب نساه تعب والرب ايه خلاه كمان مثمر في ارض الغربه بتاعته حتى وهو بعيد عن اهله هو بعيد عن اخواته بعيد عن اقرب واعز واحب الناس ليه لكن الهه تمم وعده معاه وقال وتمم وعد فكان حتى من ضمن الحاجات الغريبه اللي حصلت معروفه لما جه يعقوب يسلم الروح وجي يوسف وجاب منسى وإفرايم علشان يعقوب يباركهم فطبعا ابنه الصغير ابنه الكبير منسى وابنه الصغير إفرايم فراح جايب الاثنين وراح جايب ايد ابوه وحطها على ايد على راس منسى الكبير وايده الشمال حطها على راس إفرايم راح ابوه راح عامل راح عوج العمليه الامر استاء في عينين يوسف فقال له قال له يا ابي منسى الكبير قال له يا ابني انا عارف انا بعمل كده الكتاب بيقول عمل كده بفطنه عارفه ليه؟ لاني من قبل ما تنتزع المراره لو في مراره جوانا وننسى كل اساءه وننسى كل الم سببه لينا احبائنا واقربائنا واعز الناس لينا لا يمكن ابدا هنكون مثمرين وهنكون سبب بركه فحتى لما يعقوب عمل كده عمل بإرشاد إلهي وبغرض إنه يعلم يوسف يثبته يقول له ما فيش داعي إنك أنت حتى تفتكر الآلام ويوسف كان تصرفاته وكان كل حياته حقيقة كانت حياة تعتبر مثالية لكن في اللحظة دي قال له لا برضو مش عايزك تركز على الأحزان انسى الأول تنسى وبعد كده إيه تعمل خليك ركز في البركة وركز في الإثمار وانسى كل الإساءة وكل الآلام أمين أمين ويمكن في صفات احنا عايزين نتكلم عنها اكتر عن ايه الحاجات اللي يوسف كان لم يفعلها والحاجات اللي هو كان بيفعلها في فتره انتظاره في فتره صمت الرب يمكن اللي الرب ما كانش فيها بيتكلم ادى الوعد وخد الحلم وخلاص بعد كده كل حاجه ماشيه غلط فنفسي نتكلم عن الوقت دوت في حياه يوسف وازاي تطبيقه العملي في حياتنا وبعد كده هسال حضرتك يعني انا محوشه لك اسئله كتيره جدا يعني في اربع حاجات هو ما عملهاش كان المفروض يعمل كان ممكن يعملها ولو عملها كان اي انسان يلتمس له العذر اول حاجه كان ممكن يغضب وتتولد جواه مراره رهيبه جدا ناحيه الله والناس واخواته لا مش من ناحيه الله من ناحيه اخواته اولا دي نمره واحد نمره اتنين من ناحيه فوتيفار نمره ثلاثه من ناحيه رئيس السقاه الراجل ده ما عملش حاجه غلط ما عملش كل اللي قدمه قدم خير كل اللي قدمه قدم سلام كل اللي قدمه قدم حب لكن بدل ما يقابل الحب بالحب اتقابل الحب بالكراهيه بدل ما يتقابل السلام بالسلام اللي قدمه اتقابل السلام بتاعه بعداوه
اللي مر في يوسف ما هواش مش قليل، مر في حاجات كتير جدا. لكن هقول لك حاجه، المراره اللي كانت ممكن تتولد في 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 نفسيه وحياه يوسف دي كانت ممكن تدمره. واحد يعني انا يعني من ضمن التعليقات اللي قريتها عن الموضوع ده هو بيقول ايه، تخيل مثلا يوسف ده بعد مثلا لما وصل 50 60 70 سنة وكان اتأثر بكل المواقف اللي حصلت له دي. احنا بشر، ما فيش حاجة بتوجعنا ولا تألمنا ولا تتعبنا اكتر لما نتهان ونتجرح من اقرب الناس لينا. ده صح ولا لا؟ مظبوط. انا ممكن اي حد بره يضايقني وممكن اي حد يغلط فيا، اتس اوكي، ما يعني لا يعرفني ولا اعرفه، ما يهمنيش. لكن مفيش حاجه بتألم وبتوجع اكتر من جرح احبائي، جرح يعني اذا كان الجرح من ولد، بنت، اب، ام، اخ، اخت، صديق، صديقه، ناس لنا عشرة كبيرة معاهم وفجأة بصينا لقيناهم بلا سبب كده، احنا بنحبهم هم بيكرهونا الزماء، هي كده ما فيش حاجة. لكن لو يوسف لو يوسف ده هو الشخصية دي جه اتأثر بهذا الأمر وحقد على اخواته وغضب عليهم وتولدت عنده مرارة، وبعدين جه من فوطيفار حس كره وكمان حس ان العالم ده كله ما يستاهلش، ومع من رئيس السقاة العالم دي كلها ما فيش حد بيتمر فيها معروف ولا خير، فانا اعتزل الناس دي كلها. فالشخصية ديت كانت بعد ما مرت بكل الاحداث دي، انا يعني مرة عملت صورة ان الشخصية يوسف ديت لو كان اتأثر بكل الناس دول كانت هتطلع شخصية معقدة، محطمة، وحيدة، ساخطة على المجتمع وعلى كل الناس، بتكره كل الناس، كانت هتبقى شخصية تركيبتها تركيبة معقدة أنتجتها الأحداث والظروف اللي مر فيها. وكان من السهل جدا ومحدش كان يلومه إنه لو الشخصية دي نتجت. وبعدين كنا نبص على يوسف ده نقول إيه، ده نتيجة اللي عمله في إخواته، ده نتيجة انه كره اخواته، نتيجة انه هو مع حضرتك حق اللي عمله فيه اخواته ورئيس السقاوي، بس حضرتك قلت حاجة ان هو اللي كان هيبقى عنده غضب ومرارة، فده رد فعله، نتيجة رد فعله للظروف هو بقى كده. ما احنا بنقول الحاجة الفيصلية، انا بأكد على حضرتك قلت الحاجة الفيصلية هي رد فعله بالظبط، ده اللي كان هيحدد بقى، يا اما انسان محبط ووحيد وكره الدنيا وعنده سخط وغضب، رد فعله الاكشن او الرياكشن للحاجات الصعبه اللي عماله تمشي وخطوه ورا الثانيه من سيء لاسوء. احنا بنقول الحاجات اللي هو ما عملهاش. أيوة. فاحنا بنقول ما عملش، لو عمل كده كانت هتنتج شخصيه كده، لكن هو ما عملش كده. فعلشان كده احتفظ. وعلى فكره يعني عارفه مين اللي خسران ومين اللي مدمر؟ انا، ما هو الانسان اللي بيجرحني ولا قاعد ولا دريان بحاجه، هو دريان بحاجه. والانسان اللي سبب لي مراره وسبب لي تعب هو قاعد نايم في البيت تعب مستريح ومع اولاده وعمال ممكن في حياته العاديه، وانا اللي عمال اهري وعمال اتعب وعمال اخد برشام وضغط يترفع ومش عارف انام. يعني بتنتج شخصيه تركيبتها تركيبه معقده ما حدش عارف يتعامل معاها. لكن انا بشكر رب من اجل يوسف لانه ما عملش كده. الغضب، انت عارف الغضب ده ممكن ينتج عنه ايه؟ ان الانسان يقتل. في لحظه الغضب زي ما عيسو غضب بس علشان الرب نظر لذبيحه اخوه وتقدمه اخوه، ولم ينظر الى تقدمه قايين، غضب وسخط والرب حذره قال له لماذا غضبت؟ لماذا سقطت؟ فان احسنت افعل رفع، وان لم تحسن فهناك خطيه رابضه عند الباب واليك اشتاق ويتسد عليه. واللي حصل ايه؟ لم يزغل صوت الرب، ما عملش ما ترفعش عن ال 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 الجانب ده اللي هو جانب الغضب. كانت النتيجه ايه؟ قتل اخوه الوحيد اللي ما كانش فيه حد على الارض غيره.
تخيلي يعني. وبعدين قتلوا بإيه؟ ما قتلوش بمسدس ولا بالكتاب، بيقول إنه قام على أخيه هابيل وذبحه، يعني ممكن يكون ذبحه بحجر مسنون أو بآلة حادة، يعني جريمة شنعاء وطريقة صعبة جدا. لكن هو ده نتاج الغضب، وياما ناس ارتكبت جرائم بتدفع ثمنها، وكان ثمنها إنها زج بيها في أعماق السجن لسنين بسبب إنها ما قدرتش إنها تحجم الغضب في لحظة، كان في لحظة الإثارة انفعلت وغضبت، وكانت النتيجة إنها ارتكبت أمر ممكن تعيش تندم عليه طول حياتها. فأول حاجة يوسف، كل ده بسبب زي ما حضرتك قلت الغضب والمرارة، عدم الغفران طبعا، وعدم شفاء الجروح اللي كان اتجرح بها يوسف. فأنا ما سبتش الأمر لربنا إن هو يديني نقاء أول بأول، ما غفرتش أول بأول، فالمرارة عدم الغفران تراكمت وصلت عند قايين اللي قام على أخيه وقتله، وصلت لغضب، وصلت لقتل. فبرضو ده بيحدد رد فعلي أنا مع ربنا ومع الناس إيه، بكل تأكيد، بكل المقاييس يعني. والرب بيديني تشجيعات يعني يوسف لما ترفع إنه يغضب، لما إخواته رموه في البير وطلعوه بعول الإسماعيليين وراح لبيت فوتيفار، الرب أكرمه في بيت فوتيفار ورفعه فترة وعزاه فترة. ولما جه امرأة فوتيفار رفعت عينيها عليه، وإنه سيده قام عليه وحطه في السجن، وبرضه ما حسش بالغضب ولا المرارة، الرب أكرمه في بيت السجن. ولما اتحط في بيت السجن ورئيس السقاة نسيه لمدة سنتين وما كانش فيه لا غضب ولا مرارة، كان بعد السنتين الرب بقى أجزل معروفه معاه وجميله معاه وأقاموا الرجل التاني بعد مصر، أطلقوا بقى، أطلقوا من كل، لأنه شخصيته بص على 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 نقاء الشخصية وعلى على الصفات الجميلة اللي عمالة بصي الله بيجي يعني يعصرنا علشان لما نتعصر ننتج ثمر، لما بنتعصر النتاج الطبيعي بتاعنا بينزل حقيقي بقى. يعني إن كان في فعلا صبر محبة طول أنا، ولا إن كان في غضب أو حقد. فده اللي تم في يوسف. أول حاجة ما عملهاش الغضب. عارفة تاني حاجة ما عملهاش إيه؟ هقول لك حاجة. لما راح بيت فوتيفار، وامرأة فوتيفار رفعت عينيها عليه واتبلت عليه واتحط في السجن، لما اتحط في السجن الكتاب لم يذكر إنه مسك سيرة امرأة فوتيفار لا عن قرب ولا عن بعد، انه ما تكلمش ولا جاب سيره عن الست دي على الاطلاق. فانسان كان عفيف، انسان فعلا يعني كل ما الرب بيحطه ويفحصه ويحمصه بتظهر خصال جميله، وبتظهر صفه جديده في حياه الشخص ده. فيعني انا احنا لما بنبقى في الشغل كده وقاعدين، واي حد من المانجر بيعمل حاجه، ونقعد في فتره البريك، نقعد مش عندنا حاجه، نقعد نحكي وعمل وما عملش وسوى وما سوى، ده وضع طبيعي. وفي الكنيسه وفي في في البيت وفي الشارع ومع اصدقائنا متعودين على كده. هو مش ماسك سيره، هو تسليه او استعراض للاحداث، يعني ده اللي احنا بنسميه بنبرره بنديله نبقى نقتل الناس. يعني احيانا في ناس بتسقط قتلة بسبب مسك السيره، وبسبب ان احنا بن 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 بنتكلم عليهم في غيابهم، واحنا مش داريانين، واحنا بس بنتسلى. لكن بنقتلهم، نقتل سيرتهم وسمعتهم واسمهم وكل حاجه يعني. طبعا يعني انا مش هكذب عليكي، انا احيانا كتير اتقفلت من ناس بسبب ان انا سمعت كلام عنهم من غير ما اعرفهم. وبعدين لما جال وقت ان انا قابلتهم شخصيا وقربت منهم بقى وتعاملت عن قرب، يعني ثبت قد ايه الواحد كان جاهل، وقد ايه الواحد كان مش عادل. فعلشان كده انا مره يعني سمعت خادم بيقول اوعى تسمع وتحكم على شخص من راي شخص، من راي واحد، لان هو بيقول وجهه نظره اللي من وجهه نظره بيقول من الشخص اللي جابت سيرته وحد اتكلم عليه، من حقه انه يبدي وجهه نظره. ممكن يكون غلطان، بس على الاقل قبل ما توصل لكونكلوجن وقبل ما توصل لقرار وتدي حكمك على هذا الشخص اللي ما قابلتوش، اسمع من الشخص الثاني. وربما نفاجئ بحاجات فعلا عكس اللي سمعناه خالص، عكس تماما. وانا بقول لان انا طبيعي لو هاجي احكي لحضرتك على حد زعلني انا متضايقه منه،
فهقول وجهة نظري اللي هو ايه، مش هقول ان هو شخص كويس وي هقول ان انا هو ما شخص، سمعتش حد بيجي يقول انا هقول شخص غلطت، انا اصلا المشكله مظبوط. دي انا ودي اللي كنت برضه انا سبب. سمعتها من خادم امريكان، يا عمر ما سمعت كده خالص. عمره ما حد بيغلط نفسه، لا دايما طبعا. دايما طبيعتنا البشريه غلط حد تاني، فلما اجي احكي اكيد هقول ايه، انا كويسه وهو غلطان. فحضرتك بقى زي ما قلت انك انسقت ورا كلام ناس، خدت الفكره انه ايه، انه لا ده شخص مش كويس او شخص وحش، الى ان احتكيت بيه وعرفت، ودي الغلطه اللي كلنا بنقع فيها. صح. فزي ما حضرتك قلت، الخادم ده بيقول ان الشخص التاني من حقه من يبدي حقه وجهة نظره، من حقه. انا كمان من حقي يعني ايه اكون فير. يعني انا دلوقتي لو هسمع انه حد بيجي يحكي للاساس ايميل شنو ده فيه وفيه وفيه، طب ما انا كمان الناس ممكن تتكلم عليا بطريقه سلبيه، ما احبش الناس تتكلم عليا بطريقه سلبيه. فكما تريد ان يفعل الناس بكم افعلوا كذا انتم ايضا. اللي ما رضاش بيه نفسي ان انا حد زي ما حضرتك قلت بيقتلني وبيقتل اسمي بيقتل سمعتي من وجهه نظره بقى، ومن اللي مزعله مني بين قوسين، انا كمان ما اعملش كده في الناس. انا كمان ما اروحش اقول فلان فيه وفيه وفيه، لكن هقول انا اتضايقت من فلان لانه حصل موقف بيننا وكان رد الفعل كده. هكون فير، هكون حقيقيه ومش هكون مبالغه، هقول الغلطه مش هقول الاجمالي واوصف شخصيته ان هو شخص وحش او شخص فيه او فيه، لكن هقول التصرف اللي ضايقني واقف عند كده لو انا عايزه اتكلم، لانه ما احبش انه زي ما حد ما احبش حد يهد سمعتي واسمي، انا كمان ما هدش واسيء لسمعه ناس اخرين وممكن اندم. زي ما طبعا حضرتك قلت في لحظه غضب اخو قاين قام على اخوه قتله، طب ممكن يكون ندم، لكن انا كمان ممكن اندم بعد ما اجي في لحظه انفعال واقول الاساس ايميل فيه وعمل وعمل، اجي بعد ما امشي اقول ايه ده كان لحظه انفعال وانا زعلانه منه، ايه اللي عملته ده، بالظبط. بس خلاص الكلام طلع. وغير كده احيانا لما باجي احكي كمان المناقشه اللي حصلت بيني وبين الشخص ده، هو انا مثلا باجي اقول ب ب ب ب بتجاهل مثلا البادي لانجوج طريقه الكلام، فمثلا اقول له ده انا بقول له صباح الخير، لقيته هام هب فيا. طب انت قلت له صباح الخير ازاي مثلا؟ يعني ولو كلمته ازاي؟ انت ممكن تقول له صباح الخير في قعه مررته، وانت وكل اللي طلع منك صباح الخير يعني. او مثلا انت، انا قلت له الرب يباركك فهو هب فيا. طب انت قلت له الرب يباركك ازاي؟ فطبعا طريقه الكلام وطريقه التعبير والبادي لانجوج والنظرات دي كلها ما بتبقاش حقيقيه. فعلى الاقل انا مش هعيب اللي بيجي يحكي، لكن هعيب اللي بيحكم ان انا من ان انا سمعت عن الاخت منى حاجه من طرف تاني. على الاقل من العدل ان انا اسمع وجهه نظرها، وقبل ما اوصل لحكم واوصل لقرار مين الغلطان ولا مين اللي مش غلطان، اكون سمعت الطرفين. وممكن تكون منى زعلانه، منى غلطانه، بس المهم ان انا اكون سمعت الطرفين. لو ما فيش فرصه اسمع الطرف التاني زي ما حضرتك قلت، مش هاخد حكم، مش هاخد موقف، لكن سمعت المعلومه وخلاص. بالظبط. وقفت عند كده، مش لازم انا كمان بقى اقوم واقولها لعشره تانيين ويكون الموضوع غلط اساسا. لان احنا كشرقيين يعني عندنا وقت وعندنا طاقه ان احنا ننشر المعلومات، بعد كده افرض طلعت غلط، انا ظلمت حد، قتلت سمعه حد. فيوسف لم يشتكي على الرغم من ايه، لم يم ما كان ما جابش سيره، بس خلي غلطانه مش هو. وخلي بالك هو الوسط اللي كان فيه كان وسط محترم، شويه مساجين يعني ما كانوا هيصدقوا يسمعوا يقول لك انا مرات فوتيفار يعني جميله، وانا كنت موجود وهي كانت حاطه عينها عليا. يعني هيبقى يعني يوسف ده البطل في وسط المسجونين لو جيت عرض لنقطه زي كده. بس هو يعني نفسيته كانت نفسيه عفيفه، لم يتطرق، ما مسك الكتاب، ما قالش انه مسك سيره لا فوتيفار ولا امراه فوتيفار على الاطلاق. فاول حاجه نمره واحد ما غضبش، نمره اتنين ما مسكش السيره، نمره ثلاثه ما انساش الله ولا نسي احلامه ولا رؤيته. احنا بنتفاعل في غرفه الانتظار بطريقتين. شخص بيثق في الهه وبيقيم الالم في غرفه الانتظار ان ده عامل نمو، فإيمانه بينمو وثقته العميقة في إلهه بتزيد. ده شخص بيثق في إلهه. فإحنا في غرفة الانتظار وإحنا منتظرين أيا كان الانتظار ده، أيا كان، سواء أن أنا أخذ وعد من الرب، سواء أصلي من أجل أمر، سواء أن أنا بطالب الرب بحاجة، الرب يحطني في غرفة الانتظار، بيتأن عليا، بيشوفني أنا يعني أنا هعمل. أنا هقول لك حاجة في حصلت معايا. أنا مرة كنت بطلب مكان، هقولها بصراحة، لما كنا بنحاول إن إحنا ناخد مكان في الكريستال كاثيدرا، أنا كنت بمشي ناحية الكريستال كاثيدرا بخاف،
يعني كنيسة كبيرة وضخمة وحاجة يعني، وإحنا يعني كنا بندور على مكان عشان نقعد فيه. وبعدين مكان قصدي حضرتك للاجتماع للكنيسة في الاجتماع يعني. مش مكان سكن يعني. وبعدين في يوم من الأيام حضرت الاجتماع وبعدين شفت إن هم عندهم خدمة سبانيش، فقلت الله طب ما أنا يعني انا اشوف يعني وانا ايه يعني وانا مش انا يعني هخسر ايه؟ فقلت لهم مين المسؤول؟ فعرفوني على المسؤول، ادوني اسمه. فتاني يوم على طول ما كدبتش خبر، رحت متصل بيه قلت له انا فلان وعايز كذا وكذا وكذا. هو الراجل راح قال لي انا اول مره ارد على التليفون، كلمني عنك كلمني. فكلمته قال لي طب انا عايز احدد معاك مقابله ونقعد مع بعض. وخدي بقى على المقابله ديت، بعد ما اتصل بيه ما يردش، يقول لي السكرتيره هترد بيك، هترد عليك، السكرتيره ما تردش. قعدت شهرين او ثلاث شهور مش عارف اوصل ليه. في الاخر خالص كلمت السكرتيره بتاعته بقول لها يعني فلان كلمني وقال لي ان هو كلمك، قالت لي ولا جاب لي سيره عنك. واو. المهم يعني باختصار حددت لي ميعاد ورحت اتقابلت معاه. عارفه اول حاجه قال لي عليها ايه؟ قال لي انا كنت منتظر اشوف مدى جديتك واصرارك على انك انت تيجي هنا. واو. يعني انا لو كنت عملت جيف اب يعني. فعلا بامانه. ومن هذا الوقت صارت علاقه حميمه جدا بيني وبينهم، وارتبطنا ببعض ارتباط لا تتخيلي. بس شوفي بقى يعني كانت حاجه محبطه جدا ان انا بامانه واتصل واسيب مسج واحاول واتكلم، والراجل يقول طب مش عارف مين هيتصل بيك، مين هنحدد لك ميعاد. وفي النهايه لما اتكلمت مع السكرتيره قالت لي ولا جاب لي سيره عنه. ده اللي هو زي يوسف بقى اللي هو وناسيه هو ده بالظبط رئيس. لا بس هو لكن الحاجه الثالثه انه لم ينسى احلامه ولا رؤيته. فانا عشان كده بقول احنا بنتفاعل في غرفه الانتظار بطريقتين، في واحد بيثق في الهه، وشخص اخر انه بيقعد في غرفه الانتظار وبيروح مقيم كل اللي بيحصل ان ده هجوم وانتقام من الله عليه، وينتهي الامر انه بيفقد ثقته في الله وينكر الله. وده بقى اللي انا كنت عايز اسال حضرتك عليه من بدري، ده السؤال. رد فعلي في فتره الانتظار بقى ايه؟ ففي ناس رد فعلهم اللي حضرتك وصفته بالظبط، مش عارفه اقول الكلام ده تاني. بس في ناس تقول لك انا مستني الرب، بس هم رد فعلهم بالظبط الطريقه دي. ما انا بقول لك هو ده طريقه تفاعل. ما انا بقول لك في نوعين، في يعني في نوعين بيتفاعلوا بطريقه مختلفه وهم موجودين في غرفه الانتظار. واحد بيثق في الوعد وبيتمسك بإلهه وبينظر على كل اللي بيحصل ده ان ده بينميه روحيا وبينميه وبينظفه وكل يوم بيشوف صاين او علامه من الله بتشجعه وترفعه. شخص ايجابي، شخص مليان إيجابي. بالوعد ومليان بكلمه الرب. التاني بقى ده خلاص، التاني بقى شايف كل اللي بيحصل، يقول لك ايه سلبيه وحشة. هو واخد باله مني ليه؟ هو ما فيش الا سمع، احنا بنسمعها كتير من الناس، ربنا حاططني في دماغه وربنا مش بيحبني. طبعا بصي النفس المتالمه والمجروحه طبعا بتقول كلام كده. طبعا صعب جدا ربنا طبعا. احنا انا عارف وكلنا عارفين ان ناس كتير بتمر في الام وفي ظروف وفي احتياجات كتيره، لكن فأثناء وجودنا في غرفة الانتظار ديت عندنا اختيارين، يا إما نثق في إلهنا وده وربنا ينمي إيماننا وهيوصلنا لمرحلة فعلا نكون إحنا نحس إن إحنا نضجنا روحيين ونكون إن إحنا اتنقلنا من مستوى إلى آخر، واقفين في مستوى الأرض الصح يعني. يا إما هاجي بقى وأبص وأقيم كل الأمور اللي بتحصل ديت إنها دي انتقام من ربنا وإن ربنا بيكرهني، ولو وصلت للمرحلة ديت أنا انتهيت. يعني إذا كان يعني أنا لما بفقد ثقتي في حد عزيز عندي، في صديق، الدنيا بتسود في وشي وبفقد معنى الحياة وما بيبقاش الحياة طعم، وخصوصا لو الكلام ده كان مثلا من حد من القريبين، فما بال بقى لما شعور يتولد جوايا وحاجة ويقين يتولد جوايا ان ربنا بيكرهني وان ربنا بينتقم مني وربنا ما بيحبنيش وربنا مش بيهتم بيا. ده شعور قاسي جدا وامر صعب جدا. بس انا عايز اقول لكل واحد النهارده في غرفه الانتظار، الرب مكتوب عنه فاذ قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين، وان العزاء ده فن الهي ما فيش حد يقدر يجيده ولا ينفذه الا الله وحده، وان الله بيحبك وبيحبك وبيحب كل أولاده محبة خاصة، حتى لو هم بيمروا، حتى لو أنت
موجود في غرفة الانتظار، ايا كانت غرفة الانتظار اللي انت فيها، ايا كانت الحالة، ايا كانت الصعوبة اللي بتمر فيها، ثق تماما ان ربنا بيحطنا في غرفة الانتظار زي الفخاري اللي بيشكل الطينة وبيشكل الوعاء علشان يطلع اناء ووعاء جميل جدا يقدر يفتخر بيه ويقدر يقول ده ابني ودول اولادي. امين اسس. وهنكمل، انا عارفه دي، هنكمل بقيه الحاجات التي لم يفعلها يوسف وندخل على الحاجات اللي هو كان بيفعلها. لكن خلينا نشجع احباء المشاهدين، خطوط التليفونات مفتوحه ورقم التليفون موجود على الشاشه، نحب نسمع منكم، نصلي معاكم لاي شخص بيمر بفتره انتظار، متالم، مجروح، موجوع، عندك سؤال، عندك طلب صلاه، برحب بيكم مدخلاتكم ومكالماتكم معانا على الهواء. احباء المشاهدين، ايه كمان الحاجات المهمه اللي هو يوسف ما عملهاش؟ اللي انا قلتها قبل كده انه ما جالوش احباط كامل، ولو كان حد ممكن ان هو يحبط احباط كامل ما كانش فيه اكتر واحد، كان يبقى اكتر المرشحين يوسف. بسبب كل اللي حصل له بيطلع من مصيبه يقع في مصيبه اكبر، يطلع من 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 من, من جحر يقع في ضحضيره زي ما بيقول. فكان كل حياته ما فيش حاجه، يعني كل ما يجي يتنى بحاجة الأمور كلها تنعكس تاني. فكان ممكن جدا أن هو يصاب بإحباط، وإحنا قلنا لو كان أصاب بإحباط كامل واستسلم لكل العوامل اللي هو كان بيمر فيها، سواء الكره، الوحدة، المرارة، كان هتبقى تنتج شخصية معقدة، شخصية مفيش حد يعني يكون عنده لذة ولا رغبة انه مش يتكلم معاها، انه يقرب منها، مدمره. لكن يعني بنشكر الرب من الشخصيه دي اللي ضربت مثال اكتر من رائع. ممكن بقى نتكلم في الحاجات اللي هو عملها. اول حاجه عملها انه احتفظ بثقته في الله، ودي اهم حاجه. شوف الكتاب بيقول ايه: ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمه له في عيني رئيس بيت السجن. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه. هقول لك مقولة يعني أنا مكتوبة: أحلك وأظلم أيام يوسف هي نفس الأيام التي تبرهن على قوة وعظمة وأمنت الإله. دي حقيقة. يعني فعلا في مين يقع في تجربة وفي موقف زي اللي مر فيه يوسف، انه يتعرض وجه بصورة سافرة وقبيحة، ان الخطية تعرض نفسها عليه وهو يتعفف ويقول كيف اصنع هذا الشر العظيم؟ واخطئ الى الله. ما قالش اخطئ الى فوتيفار، او اخطئ الى الامانة او الثقة اللي حطاها فوتيفار فيا، الى الله، لكن اخطئ الى الله. فاحتفظ بثقته وأمنته، بثقته في الله. الحاجة التانية إن هو تذكر وعود الله بخدمة الآخرين. لما اتحط في بيت السجن، هل في شخصية زي كده ممكن إنها تخدم يا أخت منى، تخدم وتواصل حياتها وهو بيمر في كل المرتفعات والمنخفضات ديت؟ صعب جدا. لكن هو وهو في قلب السجن كان بيتذكر وعود الله انه يخدم الاخرين. علشان كده لما شاف وجه رئيس السقاة ورئيس الخبازين مكمد، وقعد وعرف عن السبب اللي هو كان سبب الحزن وسبب الكآبة، وقالوا له الاحلام بتاعتهم، لم يتردد ان هو يفسرها ويساعدهم، لان دي كانت عنده الجفت او الموهبه او الخدمه اللي ربنا مديها له، تفسير الاحلام. فهو استخدم الوزنه والموهبه ديت في مساعده الاخرين، ما كانش بيبص على اي حاجه مقابلها او ربح مقابلها او فايده هتعود عليه، لكن استخدم الموهبه والوزنه بس يعني ما قالش العالم دي ما تستاهلش حاجه يعني، او قال مثلا انا مش هعمل حاجة إلا لما ربنا يتدخل في المشكلة بتاعتي، أو إن أنا مش هبدأ أخدم إلا لما ربنا يتمم الوعود اللي وعدني بيها. ودي حتة تانية برضه عندي سؤال لحضرتك فيها. يعني 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 قال له يا رب أنا هخدمك حتى لو الوعد اتأخر سنين، حتى لو أنا موجود في غرفة الانتظار أنا برضه هخدمك. لأن في ناس كتير حالة الأساس بشوفهم، يعني مثلا أم
بمنتهى الألم والبكاء والحزن بتصلي لولادها الاتنين يرجعوا للرب، وبتأثر جدا لما أشوف دموعها. لكن اللي بشوفه، وأنا ممكن أقع في الغلطة دي، أي حد ممكن يقع فيها، إنه حياتي كلها واقفة، عجلة حياتي واقفة، أنشطة حياتي واقفة، ممكن خدمتي تقف على انتظار لما ربنا يتمم وعده. وليكن مثلا الوعد زي وعد أختنا دي، مستنية رب إنه ولادها يرجعوا للرب. طيب هل أنا يعني، لأنه بنحس حضرة القسيس إنه ما ينفعش، يعني ما ينفعش أخدم غير لما الوعد يتحقق، ما ينفعش إن أنا أخد خطوات إيجابية، لازم حياتي كلها تبقى واقفة كده وكل حاجة أون هولد، كل حاجة واقفة على تحقيق الوعد. يتحقق الوعد هبتدي بقى أخدم ربنا وأبقى فرحان وأعيش حياتي الاجتماعية بطريقة طبيعية. يعني في ناس من كتر الألم في حاجات زي ديت بيعزلوا نفسهم، زي ما حضرتك قلت، عن الناس والمجتمع والأنشطة والخدمات والكنائس، عشان هو محرج لأنه مثلا ولاده ما رجعوش للرب، أو عشان الرب ما سمحش يجيبوا أطفال، أو عشان ظروفه المادية سيئة لم تتحسن، أو من لستة طويلة أنا مستنية فيها الرب. فهل حياتي هتبقى واقف وكل أنشطة حياتي هتقف؟ هل مش هقدر أخدم ربنا؟ أني حاسس بالخزي إنه ازاي اخدم ربنا مثلا ولادي ما رجعوش لربنا وانا عندي وعد مستني ربنا، ده شيء مخزي ليا ويكسر قلبي انه انا لا يعني مش هخدم ربنا غير لما الوعد ده يتحقق. ففي ناس مننا عندها الاحساس ده، وكانه يعني حاسه بالذنب، فده الطريقه اللي فيها تفرغ الاحساس بالذنب، او انه فاكره انه ده اللي المفروض يتعمل، ده اللي المفروض ان انا على بال ما الرب يتمم وعده انا واقفه في المكان اللي انا فيه، ما ينفعش اتحرك، ما عنديش اي صلاحيات ان انا اعمل اي حاجه تاني غير ان انا مستنيه تحقيق الوعد. فانا نفسي نرد على الناس دي، وفي ناس كتيره جدا عندها الفكر ده وعندها المفهوم ده، فاكره انه ده اللي المفروض، او مش قادره، يا اما ده المفروض او مش قادره ان هي تعمل حاجه غير كده، لان هي نفسيا مكسوره ونفسيا موجوعه تحت وطاه ان انا مستني الرب يحقق وعده. بص، دي نقطه يعني حساسه جدا ونقطه مهمه جدا. وهقول لك كمان حاجه، دي يمكن اللي بتأثر قوي وبتبقى كمان، ما مش عايز أقول منتشرة، لكن أحيانا كتير جدا في حياة الخدام، في حياة الخدام بنقع، مش هقول بيقع، بنقع في أوقات كتيرة جدا، إن إحنا بنيجي نهمل، بنهتم بالخدمة ونهمل شق مهم جدا أولادنا، وبنعتبر إن الخدمة دي حاجة هي اللي في المقام الأول، ودي اللي مفروض إنها تاخد كل انتباهنا وكل تركيزنا. يعني إحنا شخصيا وقعنا في أخطاء زي كده، في ناس كتير جدا من خدام أنا أعرفهم وقعوا في أخطاء زي كده، وكانت النتيجة إنه بيبقى في انعكاس سلبي على أولادهم وعلى بناتهم في البيت. فمثلا إحنا بنيجي نخدم وبنروح البيت وبنحس ان الاسترس الضغط بتاع الخدمه والمسؤوليات اللي علينا، نيجي في البيت بنبقى براحتنا ونبص نلاقي تطلع فينا حاجات اولادنا، نطلع الاسترس ده في البيت، ما انا في البيت بقى، ما هم يستحملوني بقى. والاولاد المفروض تفهم، يعني الاولاد هي المفروض تفهم وتقدر ان احنا بنتنرفز وبنتضايق وبنطلع غلبنا عليهم، وان كان حد مضايقنا في المكتب ولا في الخدمه برضه نطلعه عليهم، والعيال المفروض هي اللي تفهم. الحقيقه العيال مش بتفهم، هي العيال بتفهم صح، احنا اللي فاهمين غلط، ان بيبقى لها تاثير سلبي. بس انا عايز اقول حاجه، ده موضوع طبعا يعني ده موضوع مهم، ده جدا حاجه تاني وحلقه تاني بصراحه، نفسي نتكلم في موضوع، لكن انا بتكلم على اللي ان احنا لما يبقى ربنا مديني وعد، سواء رب مديني وعد ان ابني ده لي، او ان ابني ده الرب هيتعامل معاه، او ان الرب هيبارك اولادي، ان الرب هيحقق حاجه معينه، انا لو ممكن اعمل حاجتين، ممكن ان انا اجي اروح جاي اشترط الرب، اقول له اعمل دي انا هعمل ديت، يعني حاجه مشروطه، انا موجود في غرفه الانتظار، انت حاططني في غرفه الانتظار، ان ما كنتش هتتدخل في المشكله دي انا هوقف حياتي، هوقف خدمتي، هوقف كل الانشطه بتاعتي لغايه ما تتدخل في المشكله دي. مع كل التقدير لهذا الامر، وده مش تقليل منه، الإيمان الحقيقي وفعلا اللي ربنا عايزني منه، مش عايزني أنتظر ووقف كل الأنشطة بتاعتي وكل أعمالي على لغاية لما الرب بيستجيب. الرب عايزني إن أنا أثق في الوعد، وأثق في الوعد وأثق في الرؤية إن الرب هيبارك ولادي وإن الرب هيجيب ولادي. أنا عايز أقول، أنا مرة جيت قلت حاجة وبعدين، ودي حقيقة، تعرفي إن الحلم يجب أن يموت قبل أن يتحقق. لا، ده كلام مجعلص وكبير،
كلامك على سيرتك. ناخد مكالمه وبعدين نبلع بقى تشرح لنا الجمله الجامده ديت حضرتك الاسيس. معانا الاخت ناديه من كاليفورنيا، حضرتك على الهواء، اهلا وسهلا بيكي. مساء الخير يا اسيس ايميل. مساء النور. منورين الشاشه وربنا يبارككوا على البرنامج الحلو ده غرفه الانتظار. شكرا لك بجد. يعني انا مستنيه في غرفه الانتظار بقالي كم اسبوع اهو، بس ربنا بيتمجد. وميرسي على مكالمتك يا حضره الاسيس وعلى سؤالك وعلى اهتمامك. بجد يعني خدمه يعني مش معقوله في الكريستال. يعني ربنا يباركك ويحافظ عليك ويقدرك على اللي انت بتعمله، انك تكلم كل الغايبين وكل اللي مجوش. انا اي ريلي ابريشيت ده. فانا بطلب صلاه من اجل جوزي، زي ما قلت لك هو تعبان، عمل 3 عمليات في 3 اسابيع، بس ربنا بيتمجد وربنا قادر يشفيه، وانا واثقه في ربنا انه هيشفيه جسديا وروحيا. امين. ومسي كتير. امين يا اختنا. احنا زي ما بنقول يا اخت ناديه، الوعد ولا الوهم. قفلي حضرتك. معانا اخت ناديه. لا يعني. ايوه انا معاكم. ايوه حضرتك. احنا بنتمسك بالوعد مش الوهم. مظبوط يا حضره القسيس. عند قدمي يسوع. وعند قدمي. عند قدمي يسوع وبتمسك بالوعد. وانا هقول لك حاجه، يعني دايما اللي احنا بنقوله، ما من انسان جسى او انطرح او سجد عند قدمي يسوع الا ونال طلبته وتغير حاله. دي حقيقه. واللي عند قدمي يسوع مش هيندم ولا يخيب امله ولا رجاه، لان هو اللي وعد انه اللي بيقبل اليه لا يخرجه خارجا، وان احنا مهما طلبنا باسمه فانه هيسمعه ويفعله. امين في اسم يسوع. ميرسي كتير. امين يا اخت ناديه. ونشاركك في الصلاه حبيبتي، فتره الانتظار ان رب يلمس زوجك لمسه شفاء ويديله شفاء نفسي وروحي وجسدي زي ما طلبتي. نتحد معاكي في الصلاه ورب يمد ايده ويفرح قلبك حبيبتي. وبنشكرك على تشجيعك لحضره الاسيس، ده شهاده عمليه عن انه مش بس مجرد كلام في اللايف، لكن فعلا خادم حقيقي بيهتم بالشعب وبيسال ويتصل. فبنشكر ربنا جدا لاجل الشهاده الجميله اللي حضرتك قلتيها. ناخد مكالمه اخرى. الاخت ماريا من كاليفورنيا، حضرتك على الهواء، اتفضلي. اهلا يا منى. اهلا بيكي. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه. اهلا بيكي. ربنا يبارككم ويوسع طقمكم. وزي الاسيس ايميل. الله يسلمك يا اخت ماريا. وحشتنا. وانت وحشتينا كمان. ربنا يباركك يا رب. النهارده يعني الخدمه في منتهى الجمال. ربنا يبارك. تكلم عن المشاكل وعن البغضه والكراهيه والمصالحه، حاجات حلوه يعني. نشكر ربنا. عايزه اقول لكم ان المشاكل اللي بتحصل دي كلها للتقويه. يعني انا مثلا طلعت من مصر بمشكله، جيت امريكا لقيت افظع منها بكتير قوي، يعني بما لا يقاس. المهم فحسيت ان الرب فعلا يعني ما سابنيش في الحاجات دي كلها. الحاجة الحلوة بقى ان ربنا يعني عزلني عن الكل عشان خاطر يتعامل معايا، وانا شايفة ايد الرب وهي ممدودة لي. لو انا في وسط ولادي يمكن ما كنتش اعرف اخدم ربنا. الحاجة الحلوة بقى اللي طلبتها من ربنا ان يا رب وسع تخومي، لان انا عايزة اخدم الرب. حاسة ان انا عايزة بيبان تانية تتفتح، واشكر ربنا فعلا في بيبان تانية بتتفتح. قد ايه ربنا بيبارك اللي هم واخدين وعد من ربنا بالانتظار. امين. فعلا انا يعني منتظرة وعد ربنا، وهو قال لي على لسان خادم الرب ونبي نبي الرب يعني، وقال لي انتظري. فأنا فعلا منتظرة، وكل انتظار ده كان كله فيه بركات عظيمة أنا ما كنتش أتخيلها. يعني فعلا شايفة إيد الرب وهي ممدودة لي، وقد إيه ربنا مساعدني واقف جنبي، وناس كتير بتخدمني معرفهاش،
بشكر ربنا من أجل نعمته ومحبته ليا أني ما سابنيش أبدا لوحدي، وأنا شعر بوجود ربنا فعلا. آية اللي بتقول في أشعياء 55، اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه فهو قريب. فعلا الرب، الرب جنبي وانا شعره بوجود ربنا. وقال الرب خلاني ان انا انسى خالص كل ما افكر في ولادي قد ايه ان هم بعدوا، لكن الرب دايما يفكرني بمزمور 45، انسي شعبك انسيهم عشان خاطر هو عايزني، انا عايز اسمع صوته في كل اللي بيقوله لي. اشكر ربنا، اشكر ربنا قوي 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 على محبته وعلى كرمه ليا، كرمه عظيم جدا جدا جدا. ما اقدرش اقول لكم قد ايه ربنا كرمني، قد ايه ربنا واقف جنبي. عايزه اشجع كل واحده عايشه لوحديها، بص للرب يسوع المسيح. انسي فعلا، انسي شعبك، انسي بيت ابيكي، وبص للرب يسوع المسيح وشوف هتلاقي خيرات وبركات من عند الرب، روحية ومادية وكل حاجة. كل حاجة يعني. أنا بشكر ربنا من أجل الكرمة، الكنيسة اللي هي في بيتي، فعلا كنيسة في بيتي، بحضر اجتماعات. ما أنا ما بروحش هنا ولا رحش هنا لأن ما معيش عربية والمسافة بعيدة عن أي حد يجيني، بس أنا عايشة مع الرب والرب عايش معايا. مبارك اسم رب. مشكورة جدا جدا على الشهادة الجميلة والرائعة. بنصلي ربنا بيبارك. يس امين. مشكورك على الشهادة الجميلة، وبنصلي رب يتكلم لكل نفس عايشة لوحدها وظروفها سمحت ان هي تكون لوحدها بدون حد معاها، زوج او اطفال او اولاد. وبنشكر ربنا لانه اتيتيودك اتيتيود محبة وغفران وصلاة، وده اهم حاجة في الموضوع اللي اتكلمنا عنه في الحلقة، انه حتى لو ما فيش فرصة للتقابل معاهم لكن صلواتك ليهم بتفرق ومحبتك بتفرق مهما كان، وانه ما يكونش جواكي الملامه والمضايقه، دي اهم حاجه في الموضوع. فبنشكر ربنا لاجلك، وبنسلم مكالمتك تكون بتشجع كل نفس بتستمع في كل انحاء العالم. اخت ماريا ربنا يباركك. جالنا سؤال حضرة الاسيس، ممكن اساله وبعدين ناخد الجزء الكبير الرائع دوت. في حد بتقول، اتصلت بتقول مديرها في الشغل نايس جدا مع العملاء لكن قاسي مع الموظفين، وهي متضايقه من طريقه تعامله معاهم، فهي بتقول تعمل ايه معاه؟ دي حالة كل يعني مش يعني بنتعرض ليها كتير قوي. انا يعني هقول من واقع الحياة العملية بتاعتي. انا يعني انا كنت بشتغل في الشركة، وبعدين سبت الشركة في لفترة 3 سنين، وبعدين طلبوني ان ارجع تاني من حوالي من سنة. فرجعت، فلما جيت عملت الانترفيو المانجر ما اعرفش حاجه لله في لله ما استريحتليش، يعني حست ان انا يعني على زي على حد تعبيرها ان انا يعني ارجنت او طفى او حاجه زي كده. ما اعرفش جالها الشعور ده منين، برضو كان عن طريق مكالمه التليفون. المهم في المانجر اللي فوقيها طلب انه يقابلني، ورحنا خدنا لانش مع بعض ورحنا، وقال طب اقول لك حاجه، خلينا نبدا يعني مؤقت لمده 3 شهور، وانت تختبرنا واحنا نختبرك ونشوف الامور تمشي ازاي. على الرغم من حضرتك كنت معاهم وراجع يعني. لا بس كان يعني ديفيجن تاني. راجع الشركه كبيره قوي، فيعني قسم تاني، مكان مختلف في نفس الشركه. فهي المانجر بتاعتي. انا اول ما ابتديت ما كانتش بتطيق خلقتي، ما اعرفش ليه. بكلمك بجد. وبعدين لدرجه ان انا احيانا كتير يعني قلت طب انا مش خلاص، مش مهم يعني، انا امشي، مش محتاج الامر ده هوت يعني. بس الحاجه بقى الوحيده ان ربنا كان مديني سلام وهدوء، وكان فعلا وقت فعلا انه يبين حاجه جوايا، يعني ان انا اظهر صفات هي بتؤمن ومتخيله ان انا مش انا مختلف عن كده خالص. ففي كل مره في كل حديث معايا بحاول، كنت احاول اتكلم معاها بطبيعتي، بحاول ان انا بس ابين طبيعتي وحقيقتي. وفي الاخر خالص يعني قعدنا كده في مقابله مع بعضينا، وقعدنا نتكلم، وقلت لها انا لو في اي حاجه مضايقاكي مني انا امشي، وثقي تماما انا هكن لك كل حب وكل احترام. انا يعني اللي انا حاولت ان انا اعمله ان انا احتفظ بهدوئي واحتفظ بالصوره اللي الرب عايز يظهرها في حياتي.
في 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 وقت واحده بتكمل لي كل كره وكل بدون سبب بدون سبب بدون سبق معرفه يعني في تقريبا في خلال 3 شهور يعني صرنا اصدقاء وصارت علاقه يعني قويه جدا تماماً. اختلفت 180 درجه. احنا بنتعرض طبعا بنشتغل في عالم وبنشتغل في مع ناس مختلفين الشخصيات وعندهم اختلاف في الامزجه، لكن الكتاب بيقول ان قلب الملك في يد الرب كجدول المياه كيفما يشاء يميله. يعني زي ما بيكون جدول المياه لما بيكون خط الترعة بتاعت المياه علشان يتحول في منتهى السهولة، ما هو الصعوبة؟ فقلب الملك، قلب الرئيس، قلب المدير، قلب أي حد في إيد الرب، أنا مش في إيدي أكتر من أن أنا أصلي وأحط قدام الرب وأعتبر أن الفترة دي فترة انتظار الرب عايز يعمل منها حاجتين، أو الحاجة الأولانية يظهر صفات ربما مش موجودة في الوسط وفي البيئة اللي أنا موجود فيها. ممكن كل الناس بتشكي، كل الناس بتتكلم، كل الناس غضبانة، زي ما الحاجات اللي يوسف تعفف إن هو يعملها، الغضب، مسك السيرة، الشعور بالمرارة، ده النتاج الطبيعي اللي العالم والبعاد عن الله ممكن إن هم يظهروا في ظروف زي كده. لكن أنا كشخص مختلف محتاج إن أنا أظهر حاجات مختلفة، فممكن يكون الرب حاططني في الموقف ده وفي الظرف ده علشان إن أنا أعلن عن يعني أظهر المسيح اللي موجود في حياتي. أنا متأكد إنه لو شاف حاجة مختلفة ربنا ممكن يتعامل معاه، وأصلي من أجل هذا الأمر لأني مش في إيدي حاجة أكتر من كده. أمين أمين. بشكرك على الإجابة الوافية. ناخد مكالمة أخرى. الأخت سامية من كاليفورنيا، حضرتك على الهواء، تفضلي. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا أخت منى، ربنا يباركك والحقيقة ويبارك قناة الكرمة. وقد إيه أنا فرحانة باستضافتك لحضرة القسيس إميل شنودة، خادم الرب الأمين، يعني إنسان أنا مش عايزة أتكلم عنه كتير لأن أنا عايزة ربنا هو اللي ربنا بيظهر مجده في ولاده، وفرحانين جدا جدا بالموضوع اللي أثاره حضرة القسيس غرفة العمليات. وعايزة بس يعني أشارك بكلمة صغيرة وأقول إن غرفة العمليات دي صدقيني وصدقني يا حضرة القسيس بتبقى وهي غرفة العمليات، غرفة مش غرفة الانتظار، هي غرفة العمليات. رب فيها بيشكل أوانينا تشكيل تاني خالص، بيكسر اللي ما كانش نافع ويرجع يرمم بطريقته هو، ويرجع يعيد التشكيل، ويرجع يغير ال 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 الوعاء من جوه ومن بره، بينقي، بيطهر، بيعمل، بيفتح عينين، بيفتح أذان. بتبقى هي رغم إنها غرفة انتظار بس بتبقى إيد الرب الخفية بتعمل عمليات جوانا. وقد إيه الوقت ده بيكون صعب، ومش ممكن أي مؤمن وصل للرب يسوع ومتمسك بيه بدون ما يمر في غرفة الانتظار أو غرفة العمليات دي. وأنا عارفة الدقيقة فيها بسنة، وبنقعد نقول له مش قادرين نحتمل يا رب، الموضوع تعبنا، تعرف امتى هترد علينا يا رب، وبنصرخ وبنصرخ. لكن عايزه اقول حاجه لكل واحده منتظره الرب وهي في غرفه العمل. كلنا في الزمن اللي احنا فيه ده انا حاسه ان كلنا في غرفه الانتظار، كلنا بصوره او باخرى لموضوع او لاخر. بس عايزه اقول لكل واحده إن إحنا ما نفقدش ثقتنا التي لها مجازاة عظيمة، الثقة اللي لها بعد كده الرب حيعوض تعويضات إحنا ما نتخيلهاش، لأن نتمسك بالوعد، لأن الرب عنده ميزان حرارة بيقيس درجة حرارة أمانتنا، هل إحنا بنعبده بالكلام ولا فعلا مصدقين.
فأنا الموضوع أكتر من رائع، وبشكر حضرة الأرشيف غطى الموضوع بطريقة جميلة 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 يعني، وبطريقة روحية لمست قلبنا، وربنا يبارك البرنامج ويبارك كمونة، بتجيب لنا ناس رائعين، وفرحانة جدا جدا، وعايزة أسمع المزيد من الموضوع، فمش هطول عليكم. نشكرك جدا أخت سامي على مكالمتك دي، وبنصلي تكون سبب بركة لكل نفس تسمعنا في كل أنحاء العالم. ناخد مكالمة أخرى. بنت الرب من استراليا، حضرتك على الهواء، أهلا بيكي. يعطيك العافية أخت منى. شكرا. ويعطيك العافية أخي الأستاذ. أهلا، الله يخليكي. أول شيء يعطيكم العافية على هذا البرنامج. شكرا. فعلا برنامج رائع، وحابة أشارك في فعلا الواحد لما يقعد في الانتظار يلاقي ويلمس حلاوة الرب. يمكن أنا بنت خليجية ومن خلفية مسلمة، ولكن انتظاري للرب، أشكر الرب اللي هو انتظرني لحد ما تفتحت العيون. لما اليوم أفقد كل شيء عشان اسم المسيح، ولكن المسيح تعزيته رائعة، سكيب فرح وسكيب السلام وسكيب السعادة اللي احنا فينا، يعني يغني عن أي شيء. ولكن الرب عمره ما يبات مديون، فأكيد الرب حيعوض السنين اللي أكلها الجراد. واقع كل أهل حيجي للرب، أنا واقع عشان مش عشان أنا حلوة، ولكن عشان الرب أمين في وعوده. فما رح أوقف حديثي، لا طبعا حمشي وأتكلم بحلاوة الرب ومحبته، وأكمل أخدم الرب. هو أتى على الأرض وخدمني عشان يحررني من قيد إبليس ومن العبودية اللي كنت فيها، وخلاني من عبدة إلى بنت ملك. أشكره حتى لو ما حقق أمنياتي، أشكره، كافي أنه هو غفر لي، وأنا عارفة لما أموت وين حروح. حروح هيكون حياة أبدية، ولكن الرب also my best مديون، فهو أمين حيرجع كل شيء. ولكن ما رح أوقف خدمتي عشان أنتظر متى الرب حيوفي لي. الرب حيوفي لي في وقته، وفي الوقت اللي هو يختاره هو أمين فيه وأروع من وقتي. فأنا أكمل المشوار مع الرب، وأسمع صوت الرب، وأعرف وين أتجه ومين أكلم ومين أقول له، مثل ما الرب قال خلوهم ينظرون للفرح الذي فيكم. فأشكر الرب على روعته وبانتظاره، ووقته أروع من وقتي. وراح يجي اليوم اللي كل أهلي حيعرفون الرب، وحتمتع معهم بمجد الرب، وأوصح نختم الرب. الرب يبارككم ويبارك حياتكم. مشكورك جدا جدا على المكالمة الجميلة دي، بنضم صوتنا ليكي وقلبنا معاكي، وقد ايه الايمان والايجابيه والثقه وانتظار الرب رائع. كلامك جميل، ونستنى رب معاكي، نطلب رب لاجل شعبك واهلك، ورب يفرح قلبك برجوعهم ليه. وتتصلي في مكالمه تانية وتقولي انا استنيت الرب هذه السنين ورب استجاب الصلاه. رب يكافئك على كل حاجه انت سبتيها علشان تتبعي الرب، وزي ما انت قلتي انت ربحتي الحياه الابديه. فاحنا فخورين بعمل الرب فيك. رب يباركك ويحفظك ويستخدمك سبب بركه في كل مكان لمجد اسمه. امين امين امين. حضرة القسيس مكالمات رائعه مشجعة يعني جدا كلها. مشكور رب لأجلهم. أرجع للكلمة الكلمة الجامدة كده حضرتك خضيتني بيها، فاشرحها لنا بس عشان أحبائنا المشاهدين برضو يبقوا فاهمينها. يعني كنا بنقول إن الحلم لازم يموت علشان يتحقق، أو حتى يعني بيبان في الصورة إن هو ميت، لكن هو الحقيقة مش ميت. هو في بياخد الإجراءات الطبيعية بتاعته، إن حاجة بتتأسس بالجذور بتمتد في التربة لغاية لما في الآخر خالص نشوف الثمر ونشوف الوعد بيتحقق. فمثلا بدون موت مش هتحصل في قيامة، عشان تحصل في قيامة لابد أن يكون في موت. الرب يسوع مات قبل ما يقوم، قبل ما يحصل في نجاح لابد أن يكون في امتحان. بص انا اقول لك حاجه، من اغرب الكلمات اللي سمعتها في رساله العبرانيين اصحاح 11، جه خادم من خدام الرب المباركين بيقول ما تزعلوش مني، انا هكلمكم كلام النهارده ربما ما تكونوش سمعتوه قبل كده. بيقول في ناس نالوا المواعيد، بالايمان نالوا المواعيد، وده شيء طبيعي يعني، ودي حاجه بتفرحنا كلنا. وبعدين بس خلي بالك في الكتاب في سفر العبرانيين اصحاح 11 في عدد 39، شوف الكتاب بيقول ايه. هو حط العباره دي في بمنطلق يعني شد الانتباه، بيقول ان احنا ممكن ان احنا ناس تموت وتشوف المواعيد بتتحقق، وناس تموت من غير ما تتحقق المواعيد.
هل ده كلام؟ ده كلام صعب جدا، لكن هل ده كلام كتابي وكلام فعلا ممكن يتم؟ في رسالة العبرانيين اصحاح 11 عدد 39 بيقول ايه؟ فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالايمان لم ينالوا المواعيد. فهم ماتوا وانتقلوا لكن ما شافوش قبل موتهم الوعد بيتحقق والحلم بيتحقق، رغم ان الحلم ده حقيقي والوعد ده حقيقي. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك هو كده. يعني انا ممكن ان الرب يكون مديني وعد وان انا بصلي، مش هوقف حياتي زي ما احنا كنا بنقول، لاني ما ينفعش ان انا اوقف حياتي لغايه لما اشوف الوعد بعيني، لان دي انا ده هيبقى فرق ما بين اللي عنده رؤيه واللي ما عندوش رؤيه، اللي عنده حلم واللي ما عندوش حلم. اللي عنده رؤيه بيشوف من بعيد، بيشوفها بيقدر يفسر الامور من بعيد، اللي ما عندوش رؤيه عايز يشوف الامور قدامه تتحقق قدامه. فانا لو وقفت حياتي كلها على ان انا ان الوعد ده يتم، طبعا مش كل المواعيد، يعني هقول لك مثلا على سبيل المثال، مثلا انا عندي اولادي واولادي بصلي من اجلهم وبعد عن الرب، والرب اداني وعد وانا عندي ايمان ان ربنا هيتعامل معهم، مش مهم ان الوعد ده انه يتم وانا في حياتي، انا ممكن انا رحلتي على الحياه هنا تنتهي وان انا ما اشوفش الوعد بعينيا، بس انا هرقد وهرحل من هذا العالم وانا عندي ايمان ان اللي وعد صادق وامين وهيتمم حتى لو ما شفتش تحقيق الوعد بعينيا. كلام صعب يعني، وممكن يكون كلام محبط، بس لا هو مش كلام محبط، ده كلام مشجع، لاني انا مش عارف وعد، مش عارف وقت الرب، مش عارف فتره الانتظار دي هتطول امتى، مش عارف انا الرب مواعيده غير مواعيدي ومواقيته غير مواقيتي. علشان اجي انا اربط نفسي، انا يكفي ان انا عندي ايمان وعندي، انا كل اللي يهمني تحقيق الوعد، صح؟ سواء شفت او ما شفتوش ما يهمنيش. ده صعب حضرتك الاساس، يعني ده صعب. انا عارفه حضرتك ذكرت ايوه، وهطلب برضو حضرتك تقولها تاني، لكن انا عايزه اشوف تحقيق الوعد بعينيا. انا بصلي لاولادي عايزاهم يقبلوا الرب، انا بصلي ربنا يديني طفل، انا بصلي لاجل شغل، يعني انا عايز، يعني في حاجات طبعا لازم تحصل، يعني زي ان اصلي لاجل شغل عشان ده يجي دخل للعيله عشان نقدر نعيش، لكن مثلا زي ان اولادي يرجعوا للرب، انا بصلي كاب او كام او لزوجي او لزوجتي، صعب قوي ان انا اقول ايه يا رب انا بصلي وبالايمان سايب الموضوع بين ايديك حتى لو الوعد هيتحقق بعد ما ماتي. يعني النقله دي برضو مش سهله عليا كبشر. انا عايز النهارده يا رب اصلي، عايز اشوف نتيجه للصلاه، عايز اشوف ثمر لصلاتي. ده طبيعتنا البشريه اللي ربنا فاهمها وعارف يذكر جبلتنا ويعرف اننا تراب نحن، فبرضو ده امر مش سهل علينا. انت قلت يعني كلمه حلوه، دي طبيعتنا البشريه وده اللي احنا عايزينه، لكن مش شرط اللي احنا عايزينه ده بيتفق ويتوافق مع خطة الله ومعاملات الله. أنا أقول لك حاجة، يعني أنا أعرف ناس قديسين ما عنديش شك في قداستهم، ما عنديش شك في حياتهم، وبيصلي من أجل أولادهم، وأولادهم لغاية دلوقتي ما رجعوش للرب، بس عندهم إيمان إن أولادهم هيرجعوا، بيخدموا، فرحانين بالرب، بيشهدوا للرب في كل مكان، بيسيبوا بصمات رائعة في حياة كل واحد وكل الناس. وانا ما اعرفش وهم ما يعرفوش هل الوعد ده يتحقق، هل هيجي في يوم من الايام انه يشوفوا الوعد ده بيتحقق وهم في حياتهم ولا لا. مش شرط ان كل المواعيد وكل الوعود تتحقق واحنا ونشوفها بعينيها، لان الكتاب بيقول ان في ناس ماتت بالايمان ولم ينالوا المواعيد. لكن هل معنى عبرانيين 11 عدد 39 39 ومع انه بص الناس دول عملوا ايه، بيقول رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلى بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزي، معتازين، مكروبين، مزلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، يعني العالم ما كانش يستاهلهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان، يعني ما فيش حد يشك في إيمانهم، ما فيش حد يشك إن هم يعني ناس حقيقيين أولاد الرب بحق، لكن بيقول لم ينالوا المواعيد، سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. يعني دول ماتوا على رجاء، ماتوا هم عندهم يقين إن ما أنا مرة قلت عبارة أصعب من كده، قلت ممكن اللي أخذ الوعد ممكن يموت لكن الوعد ما يموتش. يعني أنا ممكن الوعد يكون
ان الرب اداني وعد. الوعد ما دام الرب اداه لابد انه يتم، سواء في حياتي او غير حياتي. اقول لك حاجه كده، حاجه بسرعه، احنا وقتنا يعني قرب يخلص، وكان في جزء حلو قوي كنا عايزين نتعرض ليه اللي هم منتظرينه والرب ممكن نتعرض ليه بعد ما حضرتك تقول الجزء ده وناخد مكالمه. اني كان في عيله غنيه جدا. العيله دي انا قصه قريتها. العيله الغنيه دي جدا كانوا متعودين ان هم يجيبوا عربيه لابنهم كل ما يتخرج. فقبل التخرج الولد خرج، الاب خرج مع ابنه ودوروا على العربيه اللي عاوزها الابن، واتفقوا ان دي العربيه اللي هيجيبها له في يوم التخرج. في يوم التخرج الاب جه ببساطه وراح مدي ابنه كتاب مقدس. لما الابن خد الكتاب المقدس صدم صدمه مفيش بعد كده، مسك الكتاب وروح وراح رميه في البيت وما بصش في الكتاب، ولم يرى وجه ابوه الا لما ابوه انتقل. واو، يعني ساب البيت وساب العيله وساب كل حاجه، يعني زعل. بعد كده لما انتقل ابوه ابتدى يجمع الحاجات اللي هي تذكره بابوه، يعني زي ما تقول احشائه اتحركت. فلقى الكتاب اللي ابوه اداهوله، فلما لقى الكتاب بتاع ابوه اداهوله بيفتحه لقى في الكتاب شيك بنفس المبلغ ثمن العربيه اللي كانوا اتفقوا عليها. واو. بس هو ما شافهاش، هو قدمها له كهديه. في الوقت ده هوت ابتدى الولد ده هوت انه يعني يندم ويتوب وسلم حياته للرب، وابتدى ان هو يتاسف على كل لحظه احزن فيها قلب ابوه. ابوه مات ما شافوش، وكان ممكن ابنه يقول يا ريت كان نفسي بابا يكون موجود معايا. وياما سمعنا من وكأنه الناس وكانه بص على العطيه ما بصش على العلاقه. بالزبط. يعني انا مستني عربيه، ما جبتليش عربيه انت لا بابايا ولا اعرفك. بالظبط كده. يعني انا هقول لك حاجه بس مش مهم اقولها على الهوا، بس انا هقول لك انا فعلا يعني قعدت مع ناس، مع خدام، وكانوا بيقولوا انه كانوا سبب حزن ومرار لاهاليهم، وبيقولوا كانوا بيندموا على كل لحظه تسببوا فيها في الم وحزن للاب. هم مش موجودين دلوقتي بس هم خدام. فانا ممكن ما اشوفش الوعد، بس انا لابد ان يكون عندي ايمان وثقه في الوعد، ان اللي وعد صادق هيتمم. ده يملاني بالرجاء مش بالاحباط. مش المشكله مش ان انا اشوف الوعد، المشكله ان انا يكون عندي ايمان ان الوعد هيتحقق والحلم هيتحقق. أنا نثق في الرب مش في الوعد. خلينا ناخد مكالمة. الأخ عاطف من كاليفورنيا، شكرا لانتظارك، أهلا وسهلا بك حضرتك على الهواء. مساء الخير. مساء الخير عليكم. أهلا بك. عاوز أقول لكم على غرفة، أحسن غرفة انتظار للبشرية كلها. إبراهيم أخذ ابن إسحاق ومشوا مسافة طويلة عشان كان يقدموا ذبيحة للرب. فإسحاق سأله سؤال، قال له الحطب موجود، كل حاجة موجودة والسكينة موجودة، فين الذبيحة؟ إبراهيم ما عرفش يجاوب على السؤال ده. وقعدت البشرية تنتظر كل ده لغاية ما جاء يوحنا وقال لهم هذا دي الذبيحة، ده حمل الله. البشرية انتظرت من ساعة إبراهيم لغاية ما جاء يوحنا قد إيه، بس كان انتظار عظيم، كان أعظم غرفة انتظار لينا كلنا، حققت خلاص بالبشرية. هللويا. بشكر الرب. أنا بقول لكم على غرفة الانتظار ديت، بالنسبة لي أنا زي الكلاسات، كلاسات ترقية، ربنا بيدخلنا فيها عشان نخش ونتعلم ونترقى ونخش في العمق أكتر وأكتر. وأنا بالنسبة لي أنا ربنا الغرف الانتظار بتاعتي صغيرة جدا، وكل شوية عندي غرف انتظار، بس ربنا بيطلعني منها، لأن أنا إيماني يعني معرفتي بالرب كان لسه في من فترة قليلة، يعني كان بسبب الأسيس إميل، هو ربنا يباركه ويعوضه، هو ده اللي جابني ربنا. بس على كبر يعني، فربنا بيديني على كبر وعلى حلاوة، بيديني تجربة كل شوية، وكل شوية عندي اختبار، وكل شوية عندي ثقة في الرب إن هو بيعمل وأمين معانا. وبشكر ربنا على الحلقة دي، وربنا يديكم ويصحتكم ويعوض الكارما ويديكم أكتر وأكتر. كل مجد اسمه. أشكرك جدا على المكالمة الجميلة دي أخ عاطف، وربنا يباركك، وبشكرك على الجزء بتاع إبراهيم وإنه اتحقق الوعد في مجيء الرب يسوع كمخلص، ورب يباركك في كل فترة انتظار أنت بتستنى فيها الرب. حضرتك الأساس أنا عارفة في جزئية حضرتك عايز تغطيها، أنا بعتذر للتليفونات المستنيانة، أنا متأسف لكم جدا، لكن في جزء مهم جدا قدامنا خمس دقايق ومحتاجين ناخد جزء مهم قوي عن منتظره والرب. احنا اتكلمنا على غرفة الانتظار. غرفة الانتظار وتعرضنا ليها يعني على قد ما قدرنا، لكن انا بس عايز القي الضوء على المنتظرين، منتظره والرب. الكتاب بيقول بيصف الفئة ديت والعينة ديت مش أي حد، بيقول وأما منتظره الرب.
فبيخص مجموعة وفئة خاصة جدا، دول وثقوا واثقين في مواعيد الرب، مؤمنين بيها، ما عندهمش شك ان الوعد هيتم وهيتحقق. فبيقول اما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسو. دايما كنا بنيجي نسأل اشمعنى الرب لما جه يشبه التجديد القوة، يعني نسب الامر ده للنسور، يعني ايه الموضوع بتاع النسور. انا بس هدي نبذة سريعة جدا علشان الوقت على النسر. النسر ده معروف ان مدة حياة النسر على الارض يعني بالطبيعية اللي مفروض تكون 40 سنة، بس توصل لسبعين سنة، بس هنعرف بتوصل ليه. النسر الاول لما بيتولد وبيبقى نسر صغير، الاب والام بيحطوا له حاجة كده يعني ناعمة جدا، يعني زي عش كده ولا نست ناعم جدا. لما يبدأ يكبر وياخد بقى على الراحة، مش هيبقى نسر، هيبقى قطة لو قعد كده لابد في العش المريح، لابد في العش ده المريح، كل شوية ياكل ويشرب في العش، فيبدأ يسحب الحاجات الناعمة من حواليه لغاية ما يبدأ الشوك يبدأ يضايقه. فلما يبدأ الشوك يضايقه يبدأ ينط ويبدأ يجرب يطير من لمكان لمكان. بعد كده لما يبدأ للطيران يقضي 40 سنة في الطيران في أعلى مستوى، أعلى من أي طائر آخر. النسر ده طائر عزيز جدا، يعني خاص جدا، فمثلا ما ياكلش أكل بايت، لازم ياكل أكل طازة، وما ياكلش أكل أو صيد حد غيره، لازم هو اللي يصيد الـ 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 الأكل بنفسه، ودايما يحلق في أعلى مستوى. هقول حاجة كده يمكن معرفش، يعني للأسف الشديد البشر اليومين دول ما بيعملوهاش، لكن للأسف الشديد النسر بيعملها والبشر ما بيعملها. النسر من الخواص بتاعته الطائر الوحيد اللي انه يتجوز زوجة واحدة طول أيام حياته. لو ماتت ما يتجوزش حد تاني، إذا انه أرمل طول حياته. وهي برضو لو ماتت، لو النسر مات ما تتجوزش حد تاني، تعيش يعني أرملة يعني الوفاء ليها. نقطة كمان تانية اللي بيحدد الاختيار النسراية اللي هي الأنثى، فلما تحب إنها تختار شريك حياتها تجيب حتة خشبة كده صغيرة وتروح رمياها من مرتفع قليل، فالنسر الشاطر اللي يطلع جري ياخد الخشبة دي قبل ما تقع في الأرض ويجيبها لها، يبقى هو ده شريك حياتها على طول. إذا ما فيش حد يعني نجح إنه يجيب الخشبة دي من الارتفاع ده، تروح معليه الارتفاع شويه تدي لهم فرصه تانية، يعني لغايه ما تشوف حد يفوز بقلبها. يعني النسر ده يعيش 40 سنه اخت منى، عايش في المجد ده. هو بعد 40 سنه الريش بتاعه يتقل، فده يعوقه من الطيران لمسافات عاليه، والمنقار بتاعه يبدا يتقوس والمخالب بتاعته تبدا تضعف. النسر بعد 40 سنة بيصل للحالة دي، عنده اختيارين. الاختيار الأول إنه يستسلم للوضع ده ويموت. لكن النسر ما بيعملش كده. النسر مجرد ما بيحصل الكلام ده بيروح طالع ينعزل في مكان ويشوف حتة صخر لوحده، ويبدأ بمنقار ويضرب الصخر بكل قوة لغاية لما المنقار ده يتشال. ويبدأ يضرب ينبش الصخر ده بالمخالب بتاعته لغايه ما كل المخالب بتاعتها تطلع. عمليه مضنيه ومؤلمه جدا لدرجه ان النسور بيسمعوا الالم بتاعه والانين بتاعه من الحاجه اللي بيعملها هو. ويقعد 150 يوم، الاجراء ده ياخد 150 يوم لغايه لما المنقار يطلع والمخالب تكبر. نص سنه يعني. نص سنه. بعد ما يطلع كده لسه العمليه ما انتهتش. بعد ما يطلع له ضوافر جديده، مخالب جديده ومنقار، يبدا يضرب ينتف الشعر بتاعه، الشعر الثقيل ده ينتف الريش كله، ولو في شويه مش طايلهم يجي في صخر ويقعد يحك في لغايه لما يفقد كل الريش بتاعه. ويقعد وبعد كده يقعد 350 يوم سنة معزول تاني لغايه ما الريش بتاعه يطلع. اول ما الريش يطلع والمنقار جديد والمخالب جديده،
ده يبقى رجع لأيام الشباب تاني ويعيش 30 سنة تاني. واو. يبقى عمر مدة النسر 70 سنة، بس العمر الافتراضي بتاعه 40 سنة. لو خلص 40 سنة عنده الاختيارين دول. هقول حاجة بسرعة، العملية دي هبة من عند الرب، هبة الرب بيعطيها للنسر، بس بتتطلب مجهود وبتتطلب ان بيروح الانسان او النسر بيروح بمحض اختياره، بي 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 بيمر وبيروح يعني بي بي بيختار الاجراء ده علشان يجدد حياته وشبابه. دول منتظروا الرب، ان الرب عايز ولاده اللي بينتظروا وعده يثقوا فيه، وانه يجددوا نشاطهم بالاتكال على وعده والثقه في مواعيده. مش عارفه اشكر حضرتك قد ايه على الحلقه الرائعه، الاكثر من رائعه، انا نفسي استفدت وتعلمت حاجات كثيره، وناخد وعد منك بلقاءات اخرى. ربنا يباركك ويبارك خدمتك، المجد اسمه في كل مكان. واختم بالايه الجميله اللي حضرتك قلتها، واما منتظر الرب فيجددون قوه، يرفعون اجنحه كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. بنصلي الرب يشددنا ويشجعنا عشان نستناه، ونفرح لما الاستجابة تيجي في وقته وفي مشيئته لمجد اسمه. وإلى اللقاء وحلقة قادمة.